احنا ما نقدرش نقول ان الحول نفسه مرض وراثي. الحول مشكلته ان هو بيدي للانسان مظهر غير حقيقته. علاج الليزك لحول الاطفال ده اوبسوليت، ممنوع. الحاله الوحيده اللي يمكن عمل فيها الليزك لطفل الفرق بين العين دي والعين دي اكبر من ان النضاره تقدر تتحكم فيه. علاج الحول في الكبار نسبة نجاحه كبيرة جداً. الأستاذة الدكتورة نرمين محمود بدوي، استشاري طب وجراحة العيون، مدرس طب وجراحة العيون، دكتوراه طب وجراحة العيون بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية جلاسغو، زميل المجلس العالمي لطب وجراحة العيون كامبريدج، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة عيون الأطفال والحول AAPOS، عضو الجمعية الأوروبية لطب الأطفال EPOS. أهلا بكم. أنا ما زلت عندي دلوقتي لغاية دلوقتي تعجب، أو بمعنى آخر يعني استغرب، لما ألاقي إنسان يعاني من الحول ولم يعالج، رغم أنه هو الحول له علاجات عديدة وله أساليب جراحية عديدة حتى في سن الكبير. لكن اللي أنا استغربت له قوي تقرير اللي إحنا بدأنا نشتغل عليه ده، في نجمات في العالم بتعاني من إما حول أو عين تبدو كأنها حول. برضو أنا عايز هسأل ضيفتي العزيزة، هو ده حول ولا شكله حول؟ لأن في حول كاذب. لكن أشهر الناس اللي تبان فيها مشكلة في العين هي باريس هيلتون. وباريس هيلتون دي اسم مشهور للغاية، لكن يعني هل برضو هل ده حول حقيقي ولا ده أبرنت يعني كاذب كده؟ وبرضو في حد تاني اللي هي أشلي سيمبسون، ودي برضو يعني العينتين بس برضو يعني والله شكلها كده مش حول، شكل العين طبيعي يعني، يمكن هي زاوية التصوير نفسها بتختلف. كريستين سيمبل برضو بيقولوا انها عندها المشكلة دي، يعني تبان هنا هل هي فعلا ولا دي اشتغالة؟ والله باين عليه التقرير ده كله بطيخة. المهم يعني خلينا اقول لكم انه هل انسان ممكن يبان عنده حول؟ طب ما هو احنا كان عندنا فنانين في مصر واضح فيهم عندهم الحول، يعني احنا عندنا عبد الفتاح القصري او القصري، عبد الفتاح القصري الله يرحمه ويحسن إليه، كان راجل رائع جدا وكان نجم يعني سوبر، حاجة مذهلة ما جاتش في مصر زيه يعني، وكان عنده حول باين جدا جدا يعني. والراجل ده كان تربيته فرنساوي كلها يعني، ما كانش بيقرا عربي على فكرة. تخيلوا هذا الرجل الآن بدور يعني ابن البلد. وطبعا يعني في ناس تانية عانوا من حول في تاريخ، منتصر بالله الله يرحمه من الناس الرائعة جدا جدا، النجم الرائع ده دمه خفيف يعني، برضو كان بيعاني من حالة حول. الحقيقة ده من الحاجات اللي لازم نقف قدامها. طب هو كان الطب ساعتها مش متقدم ان هو يخلي الناس دي تبقى عينها مظبوطة وباصل قدام؟ يعني سؤال هسأله ضيفتي العزيز. هي النهاردة حوار مع ضيفتي العزيزة اللي بنتظر الحوار معها لأنها بتمتعني بمستوى علمي وراقي جدا من الحوار. ضيفتي العزيزة الاسم الكبير في عالم العيون الأستاذ الدكتورة نرمين البدوي، استشاري طب وجراحات العيون والأستاذ المساعد لطب وجراحات العيون وصاحب دكتوراه طب وجراحات العيون بكلية الطب وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية جلاسكو والمجلس العالمي لطب وجراحات العيون بكامبريدج، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون والجمعية الأوروبية لطب العيون وطب الاطفال. اهلا بيكي دكتوره نرمين، منوراني. يا ربنا يخليك من ذوقك. نجوم كتيره قوي في العالم، هو اللي نورتهم لي دول حول ولا مش حول كله كذا. مش كله بتالي باريس هيلتون دي مش حول، باين كده هي وشها نفسه اللي عامل كده. هو انا ما شفتش صوره باريس هيلتون، بس الاثنين التانيين ما يعتبروش حول. يعني لكن بقى عبد الفتاح القصري حول. طبعا يعني ده دي مات مش حول، هي لا. شكل وشها كده، العين الجلوبس رسمة العين. رسمة العين كده. لكن مثلا عبد المنتصر بالله نفس الكلام. طبعا نفس الكلام.
أنا عايز بقى أبدأ بسؤال غريب شوي. هل ممكن أنت كجراحة عيون تنصحي مريضك إنه ما يعملش عملية حول؟ والله حضرتك أنا رأيي إن الجراح الشاطر اللي يعرف إمتى يعمل العملية وإمتى يقول للعيان بتاعه اوعى تعمل العملية دي دلوقتي. المشكلة في جراحات الحول إن للأسف اللي بيقاوم فكرة عدم عمل العملية بيبقى الأهل. يعني أنا أعرف إن في كل التخصصات التانية لما الناس بييجوا يلاقوا طفل مثلا هيجي يعمل عملية أو إن ابنهم هيدخل العمليات بيبقوا قلقانين قوي، لكن إحنا لما بنيجي عندنا في جراحات الحول للأسف الناس بيبقوا متضايقين من الشكل وقلقانين على ابنهم ومش عاجبهم طبعا ان ناس كتيره شايفاه بالمنظر ده، وساعات في اطفال معاه في المدرسه بتتنمر عليه والناس بتضايقه، خصوصا في سن دخول المدرسه في ناس بتيجي تقول لا انا عايز اصلحها قبل ما يدخل المدرسه. فلما بنيجي احنا كجراحين نقول لهم لا من فضلك ما ينفعش يعمل العمليه دلوقتي، خصوصا انه ساعات بيبقى كشف عند حد مش تخصص حول حتى لو كان دكتور عيون، وهو بيبقى شايف طفل قدامه عنده حول، فهو بيبقى الحل لا ده هيعمل جراحة. علشان نقدر نقنع الأهل إنه الطفل ده مش محتاج عملية أو إنه ما ينفعش يعمل عملية أو إن ده مش التوقيت الصح لإنه يعمل العملية، الحقيقة بتاخد مجهود كبير قوي. إيه إمتى ما نلجأش العملية؟ لفترة مثلا؟ لفترة بسيطة. في حاجات كتيرة جدا في عملية الحول ممكن ما نعملش العملية أول ما نشوف الطفل. اولا ان احنا لازم نبقى بنعالج معظم الاعراض اللي موجوده في العين قبل ما نقرر ان احنا نعمل عمليه حول، بمعنى ان انا لو عندي طفل عنده مشكله في الرؤيه لازم تتصلح قبل ما اعمل له عمليه الحول. لو طفل لا قدر الله عنده مشكله في الشبكيه، في اطفال بيبقى سبب الحول ان عنده اورام في الشبكيه، في اطفال بيبقى سبب الحول ان هو عنده مشكله زي ميه بيضه، كل المشاكل اللي موجودة في العين لازم تتصلح قبل ما صلح الحول. يعني مثلا ده طفل احنا بنعالج كسل العين، ولازم كسل العين يتعالج قبل ما الطفل ده يعمل عملية حول. انا بيجي لي اوقات ان في دراسات بتقول ان كسل العين ممكن يقعد يتعالج لمدة 6 شهور قبل ما قرر ان انا اعمل عملية للطفل هو فعلا عنده حول. ممكن بعالجه بالتغطية، ممكن في طرق أخرى، لكن لازم كسل العين يتصلح قبليه. في حالات لازم أن أنا أبقى متأكدة أن أنا زاوية الحول دي زاوية ثابتة، مش زاوية هعملها دلوقتي وتتغير بعد العملية، وبالتالي أن أنا أقرر أن أنا إمتى أعمل عملية حول أو ما أعملش عملية حول ده بيختلف من مريض للتاني. وهنا بنطالب الأهل أن هم لازم يثقوا بدام هم راحوا الجراح وواثقين ان هو ده تخصصه وان هم واثقين فيه، ان قرار العمليه والاهم قرار توقيت العمليه يبقى في ايد الجراح، ما يبقاش في ضغط من الاهل للاستعجال في الجراح. امتى ما نلجاش نهائيا لاجراء جراحي في الحول؟ لما يكون المشكله مش في عضلات العين، لما تكون المشكله السبب فيها مشكله هي اللي ادت للحول، زي مثلا حالات الحول الانسي التكيفي. للاسف حالات الحول الانسي التكيفي من الحالات اللي بيبقى صعب جدا ان انا اقدر اقنع الاهل ان الطفل ده مش هيعمل عمليه، لان الطفل هو عنده طول نظر، وبالتالي طول النظر ده علشان الطفل يشوف كويس بيحصل انقباض في عضلات العين. لما بيحصل انقباض في عضلات العين، العين بتقرب من بعضها بالمنظر اللي احنا شايفينه، فيبقى الحل بتاعه ان انا اشيل طول النظر ده بان هو يلبس نظارته، مش ان انا احرك عضلات هي سليمه وبتدي رد فعل طبيعي للرؤيه. المشكله ان الطفل لما بيقلع النظاره طول النظر رجع تاني، فهترجع عينيه تحول تاني، فالناس بيفتكروا انه لا يبقى ده ما خفش. لا، هو حضرتك هو عنده مشكله الحول فيها عرض وليس هو اساس المرض. هو عنده طول نظر، طول النظر ده لازم يتحل، طول النظر ده لازم يتلبس له نظاره، وعمر ما العملية ما هتوصلني لأن الطفل ده تبقى عينيه مستقيمة أو بصر لقدام. هيفضل طول ما هو عنده طول نظر، طول ما هيفضل الطفل ده ما بيتصلحش الحول بتاعه غير بالنظارة. عندنا مثال بمناسبة أن حضرتك قلت سيرة الفنانين، كانت المطربة عزيزة جلال
زمان وهي كانت بتغني بالنضارة أكيد كان أسهل حاجة بالنسبة لها زي ما حضرتك قلت إن هي تعمل جراحة، لكن هي الجراحة ما كانتش الحل، ولا حتى إن هي كانت تلبس العدسات، هي كانت أسهل حاجة إن هي تلبس النضارة، لأن كمان في أوقات النضارة بتعمل كمنشور بيظبط حركة العين، وبالتالي في أوقات عمر الجراحة ما بتبقى هي الحل المظبوط لأن أنا أحل مشكلة الحول اللي عندي. في حلول أخرى لازم بنلجأ لها وما بتبقاش بدائل، يعني أنا بحاول دايما أشرح للأهل الجراحة مش بديل للنضارة والنضارة مش بديل للجراحة. يعني لو طفل عنده مشكلة في العضلات ولبسته مليون نضارة وهو ما عندوش مشكلة في النظر، عمر ما الحول اللي عنده هيختفي. فلازم نبقى فاهمين إن كل حاجة من دول ليها علاجها المناسب ليها. الفرق في الجراحة مثلا، بس سؤال كده، ما بين الطفل وما بين الكبير فرق صعب؟ يعني اللي يعرف يعمل في الكبار يعمل الصغيرين أو العكس؟ هو فرق الجراحة نفس الجراحة في الكبير كتقنية جراحية أسهل، هي أنا بشتغل على عضلة، هي طبعا عين الطفل بتبقى أصغر شوية بس هي ليها أدواتها يعني، لكن هي الفكرة إن في حالة الأطفال أنا لازم أخلي بالي من حاجات تانية كتيرة قوي غير بس وضع العضلة. أنا لازم أخلي بالي من الرؤية، يعني مثلا أنا وجود عيب في الانكسار البصري زي ما قلنا من شوية ساعات بيأثر على قرار الجراح. لو الطفل ده عنده طول نظر أو قصر نظر ممكن يأثر على الزاوية بعد ما عملت العملية، ساعات أنا بزود زي ما بنقول الجرعة الجراحية أو الحركة اللي أنا بحركها للعضلات بناء على توقعي إن الانكسار البصري ده هيأثر في حركة العضلة إزاي، ساعات بزودها شوية أحرك العضلة زيادة أو أقللها لأني عارفة إن الطفل عشان عنده طول نظر أو قصر نظر هيغير الشكل النهائي للعملية. طبعا لازم أبقى حريصة على وظيفة العين في الطفل، يعني مثلا في الأطفال في حالات الحول الأنسي الابتدائي أو الحول الأنسي اللي هو موجود في أول 6 شهور بعد الولادة، أنا لازم أصلح العين دي قبل ما يكمل 1.5 سنة عشان أحافظ على حاجة اسمها قدرة العينين على تناسق الرؤية مع بعض، أو بنسميها الباينوكلر سينجل فيجن، إن العين دي تشوف صورة والعين دي تشوف صورة ومع بعضهم يكونوا لنا الصورة 3D اللي احنا بنشوفها. لكن في الكبار بتبقى خلاص الوظيفة دي اتكونت. ايه البدائل؟ بدائل الجراح بما ان في حالات مش هينفع فيها جراحات، ممنوع او مؤجل او الى اخره، فاكيد في بدائل، ما هو مش هنسيب الانسان كده. اكيد طبعا. برضو ده بيعتمد على السن وبيعتمد على حالة العين. احنا عندنا حاجات بنسميها النون سيرجيكال مانجمنت اوف ستروبيزموس او العلاج غير الجراحي للحول. العلاج غير الجراحي ده بيندرج تحتيه اشياء كتير، منها النضاره الطبيه زي ما شفنا انه النضاره هي اللي بتصلح الحول، زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره وشرحناه قبل كده في حلقه المنشور الجراحي، انه لو عندنا حد كبير وهو مش مستعد للجراحة أو هو حالته الصحية لا تسمح بالجراحة، بدل ما هي العين حتفة لا إحنا بنحط المنشور. المنشور ده بيغير صوت العين، بيغير الصورة قدام العين، وبالتالي بيخلي العين تتحرك. لو أنا لسه عندي أمل في تدريب العين في إن العين دي هتشتغل وهتتحرك، بحطه بطريقة معينة بحيث إن هو يحرك العين لغاية مثلا ما يحصل شفاء للأنسجة، أو إن أنا بحطه هو يودي الصورة للعين اللي فيها انحراف علشان المريض ما يحصلش عنده ازدواجية في الرؤية. وبالتالي هنا المنشور بيقوم مقام تحريك العضلات اللي أنا كنت هعمله أثناء الجراحة، بدل ما أنا بحرك العين لا أنا باخد لها الصورة لغاية عندها علشان حالة المريض لا تسمح بأنه هو يقوم بالجراحة. في حالات لا طبعا بيتم علاج كسل العين وبيساعد في إن احنا نصلح الحول. في بدائل غير جراحية كتير للجراحة، ولكن احنا ما بنسميهاش بدائل للجراحة، احنا كمان بنسميها في وقت ما هي الحل الوحيد للحالات دي، زي ما شرحنا في حالة النضارة في حالات الحول الأنسي التكيفي. هل ممكن نستغنى عن ده كله ونروح للبدائل، نستغنى عن الجراحة طالما في بدائل بقى، نركن الجراحة وخلينا شغالين في البداية؟ ما كانش حد غلب بقى، ما كانش حد لا طبعا، زي ما قلت في ناس خوافة من الجراحة، في ناس خوافة بس ساعات بتضطر ليها علشان مصلحتها. وبالتالي احنا دلوقتي في اوقات
الجراحة بتبقى هي البديل الوحيد. وهنا بيظهر بقى الأمانة بتاعت الجراح، إن أنا لما يجيلي مريض لازم أقول له كل البدائل اللي موجودة قدامه، ولازم أعرفه إيه اختياراته. يعني مثلا لو أنا عندي مريض وأنا شايفاه خايف من الجراحة، لازم أشرح له إن ممكن نستخدم المنشور، إنه هو مش شرط إن هو يضطر إن هو يقوم بجراحة. في حالات مثلا زي حالات الحول الوحشي، ساعات الناس بتبقى عايزة تأجل الجراحة لغاية ما الطفل يكبر شوية. عندنا مثلا في حالات زي حالات الحول الوحشي في الأطفال تحت سن 3 سنين، في حاجة اسمها الحول الوحشي المتقطع. لو هو بيظهر لوقت قليل من اليوم ومش أكتر من نص اليوم مثلا، بيظهر ويختفي، الطفل عنده تحكم في عضلات العين، ممكن نعمل مجموعة من التدريبات بحيث ان احنا ندرب الطفل ده ان هو يستخدم عينه بطريقة تشجع العضلات ان هي ترجع لمكانها الطبيعي قبل ما نقرر البديل الجراحي، مادام لسه عندنا فرصة. فدي هنا بتظهر بقى ان الطبيب يعطي المريض الخيارات المظبوطة عشان يبقى هو عنده حرية الاختيار، ما نفرضش عليه اختيار معين. وساعات بيبقى لا، الاهل بيقولي مش عايزين نعمل جراحة، بقول لهم انا اسفة، الحل الوحيد هو لانه ده مش قراري ولا قراركم، ده هو الحل الوحيد للحالة دي. ضيفتي العزيزة القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في عالم العيون والحول تحديدا، الأستاذ الدكتورة نرمين البدوي استشارة طب وجراحات العيون، والأستاذ مساعد طب وجراحات العيون وصاحبة الدكتورة طب وجراحات العيون بكلية الطب وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية بجلاسكو، يعني اللي بتنوريني وبسعيد جدا بزيارتك. أنا ببقى أسعد. شكرا جزيلا يا فندم، خليكم دايما مع الناس الحلوة. مخزون المبيض دي قضية علمية شديدة يعني الصعوبة في الفهم، وأيضا شديدة التأثير في عملية الإنجاب بلا شك، وعايزة فنية كبيرة جدا، وعايزة درجة علمية في الدراسة. يعني نقدر نقول أنه فكرة أو الحوار حول مخزون المبيض هو اللي يفرق مكان عن مكان بشكل واضح. في حاجات كتير تفرق، لكن المنطقة العلمية دي ليه؟ لأنه مخزون المبيض لماذا يتناقص بشكل مفاجئ أحيانا في بعض الناس، في بعض السيدات؟ مخزون المبيض تتأثر ببطانة الرحم المهاجرة ولا ما بتأثرش؟ بتأثر إزاي؟ طب ليه التدخلات الجراحية في بطانة الرحم المهاجرة قد تلام أحيانا في التأثير على المخزون المبيض؟ طب مخزون المبيض دوت ليه في بعض السيدات نبص نلاقي في سن صغير قوي فجأة انهار، وفي بعض السيدات تاني بيستمر لسن متقدمة نسبيا؟ مخزون المبيض إزاي نحافظ عليه وإزاي نستفيد منه أكبر استفادة؟ قيمة التجميد في التعامل مع مخزون مبيض شكله كده بيقدم أوراق اعتماده للخروج من الخدمة. مخزون المبيض قضية علمية تحتاج إلى فهم دقيق للغاية، وإيه اللي نقيسه، الهرمونات والتحاليل، وإزاي نتعامل مع مخزون مبيض ضعيف في حالة حقن مجهري. الكلام ده شديد الأهمية. مخزون المبيض ده هو من اسمه يعني يعتبر واضح، هو تعبير أو انعكاس عن عدد البويضات اللي متبقية جوه المبيض، وبالتالي قدرة المبيض على إنتاج بويضات سواء كانت في دورة طبيعية أو استجابة المبيض للمنشطات مع أدوية تنشيط الطبيعي. زي ما دكتور هشام قال في حلقات قبل كده، إنه كل واحدة فينا، كل سيدة فينا مولودة بعدد معين من البويضات، بيقل بالتدريج، بيقل مع كل دورة، بيقل مع كل سنة، يقل قوي بعد سن 30، قوي قوي بعد سن 33، وهكذا يقل بانحدار تام بعد سن 40. سبب طبيعي السن، وده اللي احنا ملناش حكم عليه. وبعض الاسباب مع سن صغير، يعني واحده في العشرينات مثلا، ليه مخزون المبيض بتاعها هيكون قليل. في حاجات احنا ملناش يد فيها، زي مثلا عوامل وراثيه او عوامل جينيه، وفي حاجات دي اللي احنا نقدر ان احنا نتجنبها او ناخد بالنا منها. دراسات جديدة مثلاً اتكلمنا فيها عن تثقيب المبيض في عيانين التكيسات. زمان كنا بوفرة نعمل أي عيان عندها تكيسات تثقيب للمبيض على ناحية أو ناحيتين. دلوقتي مثلاً الدراسات الجديدة بتتكلم إنه تثقيب المبيض ده من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها جداً، وتتعمل بحرفية وبحرص شديد على مبيض واحد ولو محتاجينه، أو نتوجه لوسائل إخصاب مساعد على طول، لأنه استجابة المبيض بعد التثقيب ممكن جدا يحصل نقص في مخزون المبيض بنسبة كبيرة غير متوقعة. يعني واحدة تكون الـ AMH بتاعها أو مخزون المبيض بتاعها مثلا 10 و12، وبعد التثقيب 0.1،
من غير يعني حاجات احنا نقدر نتحكم فيها. دي اول حاجة. تدخلات جراحية بقى، مثلا واحدة عندها ورم كيس على المبيض، عملت عليه تدخل جراحي. التدخل الجراحي ده لازم يكون very gentle، يعني لازم يكون حد بيفهم جدا جدا يشيل لها الكيس ده مثلا، ده لو مطلوب انه يتشال. يعني في ناس بتتدخل على اكياس صغيرة جدا مش مطلوب اصلا دي تدخلات جراحية، ده ممكن يأثر لنا وبقوة على مخزون البويضات عندها. نوعية الكيس طبعا بتفرق، كيس شوكولاتي بصنعة رحم مهاجرة واللي هو ورم حميد، طبيعته بتفرق. وجود بعض الحاجات في المبيض زي مثلا الكيس الشوكولاتي لوحده يقلل المخزون، والتدخل عليه يقلله أكتر وأكتر. بعض الحاجات اللي ممكن تأثر لنا كمان على مخزون المبيض الكيماوي والإشعاعي، لا قدر الله واحدة عندها سرطان مثلا على استدي، حاجات ممكن نقدر نعملها بدري شوية قبل ما ندخل بالكيماوي والإشعاعي، نعمل حاجة اسمها تجميد للبويضات وخلاص الناس بقى عندها فكرة أكتر. مخزون المبيض نفسه بقى الناس عندها وعي أكتر بيه. الأول كنا بنطلبه لحالات معينة، دلوقتي دي من الحاجات الروتينية اللي بنطلبها ونطمن عليها من أول الجواز، أو من أول الجواز، من أول ما الواحدة تبدأ تفكر دي بقت من التحاليل الروتينية. زمان مثلا كانت لما نقول ضعف في مخزون البويضات الناس كانت تبقى فاهمة قوي، دلوقتي لا، الوعي بقى أكتر شوية بيه. عامل مؤثر مهم جدا 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 على مخزون المبيض ومحطات، هناك 4 محطات أساسية في عمر أي سيدة تؤثر على قدرتها الإنجابية وتؤثر على مخزون المبيض بتاعها. بداية المحطات دي 35 سنة، تاني محطة 38 سنة، تالت محطة 40 سنة، رابع محطة 42 سنة. أول محطة كام؟ 35. دي اللي هي الإشارة الصفراء، بالإشارة الصفر، الكارت الأصفر. الكارت الأصفر وبعدين الأصفر بقى يقعد يزيد يوصل 38 تحزير. دي الإشارة الصفرة الثانية ل40، الإشارة الصفرة الثالثة ل42 الإشارة الحمراء، تمام؟ الكارت الأحمر. فأربع محطات مهمة جدا 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 في عمر أي سيد. دي النقطة. النقطة الثانية قالتها دكتورة ندى، التعامل الخاطئ مع أكياس المبيض. التعامل الخاطئ مع أكياس المبيض مصيبة هذا الزمن. التعامل، والزمن ده مش بقاله 2-3، الزمن ده بقاله 20-30 سنة. اللي هو بحب ايه، بحبك لما تعمل كده. ايوه بالظبط، عارف لما بتعمل كده بحس أيوة. بايه دي نادرا ما بتعملها. أيوة. انت بتغاظ. طبعا بتغاظ جدا. طبعا طبعا. ليه بقى؟ بس خليك بقى ايه، ايوه خليك حاد شويه، قول لي متغاظ من ايه؟ متغاظ من ايه؟ متغاظ لما يحصل موقف مثلا اسمه كيس وظيف. يعني كيس وظيف يعني بويضه كبرت شويه زياده عن اللزوم، ما خرجتش من المبيض، فضلت متحوشه في المبيض، بقت عامله كيس وظيفي. لو احنا استنينا على الكيس الوظيفي ده لحد الدوره اللي بعدها هيختفي الواحد، واذا ما اختفاش شريط حبوب من الحمل من ابو 3 جنيه حتى اللي بيتباع في الصيدليه هيختفي لوحده، تمام؟ ليه حاله زي كده تخش العمليات ويتفتح بطنها ويتشال نص المبيض بحجة ان انت عندك كيس على المبيض؟ ليه؟ حرام حرام حرام. احنا افقدنا الست دي نص ثروتها من، مش فلوس بقى، من البويضات. بكلمة واحدة، بكلمة وصف لي، بكلمة واحدة وصف لي التصرف ده. اجرام اجرام اجرام، ده رقم واحد. رقم اتنين الكيس الدموي، نفس الكلام اللي قلت، كيس دموي ده بويضة كبرت زيادة عن اللزوم، ما خرجتش من المبيض، عملت كيس، بس الكيس تحوش فيه دم، بقى كيس دموي، برضو نفس الكلام في الدورة اللي بعدها هينتهي. والأول ما انتهاش شريط منع الحمل ب3 جنيه من أي صيدلية هيخلص، برضو بتخش الست دي المسكينة قطة العمليات، فتح بطنها ويتفتح بطنها ويتشال نص المبيض على هذا الكيس. هتدخل قطة العمليات تتفرج على فيلم مثلا سمن ما بتفتح بطنها يعني، تمام؟ فالكسر الوظيفية دي بتروح لوحدها، تمام؟ ده رقم واحد. رقم اتنين كيس شوكولاتي زي ما قالت الدكتورة ندى. كيس شوكولاتي زي ما قالت الدكتورة ندى، احنا ما بقيناش بنلهث ورا ان احنا كيس شوكولاتي بطانه رحم مهاجره دخلها عمليات واعمل لها حتى لو منظار، الا لو كان الكيس حجمه كبير وفي ناحيه واحده من المبيض. فاكر احنا قلنا قبل كده وحضرتك حفظتها مني. في كمان في حاجه انت قلت لي الكوليكرم بتاع الكوكرين ريفيو. الكوكرين ريفيو اقر حاجات كتيره بالظبط. اتكلم عن لو انا دخلت حاله العمليات عشان عندها
كيسين شوكولاتيين في المبيض اليمين كيس وفي المبيض الشمال كيس وشلتهم حتى عن طريق المنظار in the best hands في أحسن إيد وأحسن مناظير وأحسن كل حاجة. مخزون المبيض أقل بنسبة 58%، يعني أكتر من النص، أكتر من النص. فعشان كده مفيش أي لهث وجري وراء إن إحنا ندخل الحالة عندها كيسين شوكولاتين في المبيض اليمين والشمال انها تخش عمليات خالص، بالعكس احنا نحافظ على المبيض. اول استسهال بقى كيس دهني، ديرمويد سيست كيس دهني، ده يتشال في المبيض؟ لا يتشال في المبيض حرام، ده يتشال في الكيس ونحافظ على المبيض بالمنظار او جراحة مش مشكلة. فانا اقصد اقول ان في اجراءات جراحية كتيرة بتتعمل للأسف مش في محلها بتؤثر على مخزون المبيض، اخرهم اللي قالته دكتوره ندى تثقيب المبيض. الصعوبه اللي بتجدها عندما تطلب النوعيه دي من التحاليل، ده السؤال الاول. السؤال الثاني تكسير الماده الوراثيه لراس الحاله المنوي، هذه الجمله المخيفه حقيقه. هو المادة الوراثية الأصل فيها اللي هي موجودة في نواة رأس الحيوان المنوي، الأصل فيها إنها بتبقى تكون صلبة، بتبقى كومباكت. لكن المادة الوراثية دي ممكن تتعرض لحاجة اسمها عوامل أكسدة. عوامل الأكسدة دي ممكن تؤدي إلى تفتت في المادة الوراثية. طيب تحليل السائل المنوي أو السائل المنوي الطبيعي مسموح فيه بنسبة تكسر أو نسبة تفتت في المادة الوراثية، بس مش مسموح ان النسبه دي تزيد عن حد معين، لان يعني طبيعي ان السائل فيه عوامل اكسده، طبيعي بيكون فيه بعض التفتت في الماده الوراثيه في نواه راس الحيوان المنوي، لكن مش مسموح ان هي تعدي نسبه معينه، ولو عدت النسبه المعينه دي ممكن تؤدي الى لو احتاجنا حقن مجهري تؤدي الى عدم نجاح الحقن المجهري، فشل في الحقن المجهري، وممكن حتى في الحمل العادي ممكن تؤدي الى الاضهاد المتكرر. السؤال الثاني، هل الصعوبات في ابلاغ المريض بالانفستيجيشن بالطلب ان احنا نعمل له مثلا فاين نيدل اسبيريشن او تفتيش او ميكروسكوبيك اكزامينيشن ل، هل ده بيقابل برياكشن عامل ازاي في الثقافه المصريه؟ يعني خلينا قبل السؤال ده نقول ايه هي العوامل اللي ممكن تؤدي الى زياده معدل التكاثر او اللي بنسميه دي ان فراجمنتيشن اندكس. في أسباب مهمة جدا ممكن تؤدي إلى زيادة معدل التكسر، أهمهم طبعا وجود دوالي الخصية بدرجة عالية. دوالي درجة عالية بنتكلم إن هي الدرجة الثالثة اللي هي أعلى درجات الدوالي، في بعض الحالات الدرجة المتوسطة اللي هي الدرجة الثانية. طيب إيه الأسباب الأخرى؟ وجود صديد، وده كنا اتكلمنا عنه قبل كده في السائل المنوي، ده برضه بيؤدي إلى زيادة عوامل الأكسدة، بيؤدي إلى زيادة معدل التكسر في المادة الوراثية. والتدخين، والتدخين برضو اتكلمنا عنه كتير ان هو من اهم العوامل برضو اللي بتزود عوامل الأكسدة وبتعلي من معدل تكسر المادة الوراثية. طب ايه بقى؟ الكلام طالع من هنا؟ لا مش هقول كده. احنا لما جينا اولا احنا قعدنا سنتين بدون خلفه، فحسينا ان في مشكله، فجينا مركز الرياض وقعدنا مع الدكاتره وقالوا لنا اول نعمل تحاليل عشان نعرف ايه المشكله اللي عندنا. فعملنا تحاليل الحمد لله وعرفنا المشكله تكيسات، ضعف شويه في الحيوانات المنويه في الكفاءه بتاعتها وكده. احنا الحمد لله ربنا رزقنا بمريم هنا في مركز الرياض، وان شاء الله بنعمل عمليه ثانيه عشان نجيب بيبي ان شاء الله جديد عشان يبقى مع مريم يعني في البيت ان شاء الله. احنا لما جينا طبعا اول تعامل مع ريسبشن اول حاجه طبعا الحمد لله بصراحه متعاونين جدا. اي سؤال احنا بنقوله عليه بيجاوب عليه بسرعه، متعاونين قوي. فالحمد لله من اول ريسبشن لحد اخر دكتور الحمد لله كويسين جدا معانا. يعني بعد ما عملنا التحاليل رحنا في حاجه اسمها لجنه طبيه، كل واحد خدنا على حده كده عرفنا المشكله فين وايه نوع التحليل المطلوبه والخطوات اللي احنا نمشي عليها بعد قبل العمليه لحد العمليه. هو
متجوزة بقالي 10 سنين. اللي حصل ان انا قعدت تقريبا سنتين بلف على الدكاترة، لفيت كتير بصراحة. سمعت عن مركز الرياض، كنت بتفرج على التلفزيون وكده ولقيت مركز الرياض، وصلت معاهم وعرفت الحمد لله بفضل الله ان انا اجي انا وزوجي، حطينا خطة علاج مع بعض ومشينا عليها احنا الاثنين بفضل الله. الحمد لله ربنا كرمني مريم، فكرة ان انا ابقى محتاجاهم في اي وقت بيردوا عليا، بسأل اي سؤال بلاقي ليه اجابة، يعني مفيش حد مثلا مش متعاون، مفيش حد يقول لي لا الحاجة دي ما تخصناش. بصراحة كله يعني بيحاول ان هو يرضينا، يعني انا بحس ان من اول ما بدخل لحد ما بخرج في رضا عام، في الناس دي كلها تحت طوعنا من الاخر. يعني بالنسبة بقى للعمليات، هم اولا منظمين جدا، ثانيا في برايفسي، وده كان يهمني جدا حتة ان انا احس بامان واحس بخصوصية، دي اهم حاجة عندي. بحس ان هم فريندلي جدا، يعني وانا قاعدة معهم في هزار في ضحك، ما بحسش بصراحة ان داخل عملية، انا بحس ان احنا قاعد مع صحابي شوية وخارجة. بيمسكوا الحالة من الاول للاخر، بيعرفوا عني كل حاجة من اول ما اتولدت لحد وقتنا هذا، وما شاء الله عليهم وعلى الاحترافيه اللي هم فيها. المركز ده انا جاياه وهو يعني احنا لسه كنا بنبدا، فانا بالنسبه لي ده مش مركز علاجي ولا ان انا جايه للدكتور زي ما انا قلت، لا احنا علاقتنا ان احنا اصحاب اخوات قرايب حبايب. انا بحس كده، كنت دايما لما بشوف حالات بتصور بقول طب وانا عايزه اصور، انا عايزه ابقى زيهم، عايزه ادي للناس حافز. انا في ناس كتير قرايبي واصحابي قلقانين من فكره ان هم يقربوا من الحكايه دي، من خطه الحقن المجهري، وان هم يحطوا نفسهم تحت الموضوع ده. انا بصراحه شجعت اتنين من اصحابي وهم دلوقتي يعني ربنا يكرمهم يا رب، لما عرفت ان انا ام، دي كانت لحظه انا ما كنتش مصدقاها، لدرجه ان انا الدكتور وهو بيعمل لي السونار انا بقول له اتاكد ان هو ده حمل، يعني ده حمل فعلا. فلحظه يا رب يا رب كل مشتاق يجربها يا رب، كل واحده مجربتش الاحساس ده وتجربه عن قريب. بس والله نصيحه، تعالوا المركز هتنبسطوا جدا جدا جدا. اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم مهم جدا، هو جراحات الاطفال وجراحات العيوب الخلقيه، واسئله كثيره جدا ينبغي ان نطرحها على الثقافه المصريه والعربيه. اكتشاف العيوب الخلقيه دي ثقافه، الوقت المناسب للتحرك لاجراء جراحه لتعديل عيب خلقي دي ثقافه، عدم تدخل الاراء اللي ملهاش لازمه، اللي بتحط يعني زي ما بيقولوا مناخيرها في اللي ملهاش فيه، من غير الأطباء أو حتى من غير المتخصصين، عشان كمان نبقى شاملين الموضوع، دي ثقافة. احنا النهاردة نتكلم عن حالات كثيرة جدا، منها الفتق الإربي مثلا، وأسئلة كثيرة تطرح نفسها. هل أنتم تعلمون ما هو الفتق الإربي؟ هل نعلم بالفعل يعني إيه فتق إربي؟ هل إحنا عندنا توقع وتخيل لتوقيت التعامل مع خصية معلقة؟ أسئلة كثيرة بتفرض نفسها، لأنه في أسر قد يتأخر التدخل لدرجة أن الطفل يبقى عنده خصية معلقة تفقد قيمتها. وما أدرك إيه، ما أنتوا أكيد مدركين قيمة وجود الخصيتين عند الرجل من ناحية الإفراز الهرموني ومن ناحية تكوين حياة منوية. أنا بكلمكم على ثقافة مهمة جدا، التوقيت والقرار فيها له دور مهم للغاية. ده أكيد هيكون محور حوار النهاردة مع ضيفي العزيز الاسم المبدع في عالم جراحات الأطفال، والذي يمتعني بحواراته الجراحية الممتعة جدا، وطبعا من مذكراته الدائمة التجدد أكيد بنسمع سبب التأخر في جراحة، العواقب اللي بتحصل لما الناس تخاف فتتأخر في إصلاح عيب خلقي، كل ده هنستمتع بيه النهاردة في حكاوي مهمة جدا طبية جراحية من قلب الحدث، من قلب
أوضة العمليات ومن قلب الكلينكس. ضيفي العزيز المبدع دائما في حوار الأستاذ دكتور أحمد الشامي، أستاذ جراحات الأطفال وحديث الولادة، الأستاذ بكلية الطب، عضو الجمعية المصرية لجراحات الأطفال والجمعية المصرية لجراحات المناظير، عضو جمعية الجراحين المصرية واستشاري جراحات الأطفال وحديث الولادة، واحد من سوبر ستارز هذا المجال. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا دكتور أيمن، زي حضرتك. الفتق الإيربي هنبدأ نفهمه، وبرضه سؤالي دايما، هل الناس فاهماه كويس ولا إيه اللي بيحصل؟ للأسف الناس مش فاهمها كويس، عشان كده دايما لما بنطلع نتكلم او بتكلم مع حضرتك احنا بنقول هي ايه المنطقة الإيربية. تقول لك ايه الإيربية دي، يعني ايه الإيربية؟ فدايما بنقول للأم، حضرتك كتير جدا كان في امهات بتكلمني بتقول كل ما تتكلم تلوم الأم على الأم، الاكتشاف المبكر على الأم، الذهاب إلى جراح الأطفال على الأم على الأم. الأم الولد قدامي أنا معرفش هو ده طبيعي ولا مش طبيعي، أنا ما كنتش خلفت قبل كده، ده أول بيبي ليا وأنا ما شفتش قبل كده عشان أعرف هو ده طبيعي ولا ده مش طبيعي. فإحنا تحول وتغيير الثقافة ده أهم ما في الموضوع وأهم عامل ممكن يجنبنا خواطر أو مخاطر كتيرة جدا. المنطقة الإيربية عشان يحصل فيها مشاكل هي أسفل البطن وأعلى الفخذ. مش هنتكلم بقى، أنا بتكلمش، أنا بكلم السادة المشاهدين، بكلم فيهم المستشار، بكلم فيهم المحامي، بكلم فيهم بالضبط بالضبط. مش طالب طب عشان أقول له من أنتيرو سيبوليك سباين لغاية ما عرفش فين. لا، احنا بنتكلم عامة الناس، بنقول ان هي أسفل البطن، آخر جزء في البطن وأعلى منطقة في الفخذ، دي المنطقة الإيربية. فيها بتحصل مشاكل كبيرة جدا، عشان كده مسمينا في الناحية الطبية المنطقة الإيربية. في قناة اسمها قناة إيربية، القناة دي بيكتمل نمو البيبي 40 أسبوع، يعني 9 شهور خلقيا الخصية بتتكون فوق داخل البطن وبعدين تنزل من القناة دي نفق، تعبر من خلاله الخصية وتنزل إلى مكانها الطبيعية ويحصل كومبليت كلوجر أو أوبليتريشن للأورفيس أو الكنال دي. بعد ما الخصية بتنزل تتقفل القناة أو الفتحة اللي موجودة وخلاص. دايما بنشبهها تاني إن جدار البطن في فتحة زي فتحة الزرار، حضرتك بتتقفل الفتحة دي عند اكتمال النمو 40 أسبوع و2.5 3 كيلو. طب لقوا إن نسبة حدوث التشوهات الخلقية حوالي 3-5-7%، لقوا إن الكونجنيتال أنوماليز دي بالذات الهيرنيا والفتق والأندسندد نسبتهم بتزيد أكتر الطفل اللي بيولد عنده 7 شهور على 7، أو الطفل اللي يولد أقل من 2 كيلو، وجدوا إن نسبة حدوث التشوهات الخلقية وخاصة في المنطقة الإيربية بتزداد وممكن توصل لغاية 30%. يعني الطفل يا جماعة، الطفل اللي يتولد وعنده وزنه أقل من 2 كيلو أو يتولد في 7 لازم يتعرض على جراح أطفال للمشورة، لأخذ رأيه، لفحص الطفل يقول في حاجة ولا ما فيش. وانس إن الأنبوبة دي اتقفلت أو الفتحة اللي موجودة دي الثقب ده اتقفل، خلاص ما عنديش مشكلة. خلقيا وبدون أسباب إرادة ربنا الفاتحة دي ما بتقفلش، القناة دي لسه استيل موجودة، ينزل منها الخصية أو ينزل منها جزء من الأمعاء، ينزل منها المبيض في البنوت. لأن السؤال الردي اللي بيسأل هو في فتق إيربي في البنات؟ والله في فتق إيربي في البنات، القناة الإيربية دي موجودة كمان، موجودة في الأولاد وفي البنات أو الإناث. حضرتك وانس إن الفتحة دي بقى موجودة بقت نقطة ضعيفة. في نقطة مهمة برضه دايما حضرتك بنتسأل عنها كتير جدا، ده إزاي أقوله ده فتق إيربي يعني هو مولود بيه؟ يقول لك لا، ده الوقت عنده 7 سنين، لو مولود بيه كانت ظهرت. لا، هو مولود بيه يعني الفتحة أو القناة الإيربية دي مفتوحة وموجودة، بس الفتحة كانت ضيقة، ما حصلش إن الولد كح جامد أو أي حاجة بتزود الانترا أبدومينال بريشر، ضغط البطن بيزيد نتيجة الإمساك
نتيجه الكحه، الواد عنده حساسيه على صدره فعمال يكح. لا بقى الواد 4 5 سنين وبدا نوديه النادي يلعب رياضه او بيلعب اي حاجه، فحضرتك يبدا الولد يعاني. تظهر ايه؟ بنقول من كل المصطلحات ممكن نلاقي تورم، الحته دي ورمت، كلكيعه ظهرت، انتفاخ ظهر. وانت بتحمي الولد او البنت بتلاقي المنطقه ديت فيها حاجه بتظهر، الواد لو كح او عيط، تقول لك الام الذكيه تقول لك الواد لما بيعيط او الواد كان بيكح حاجه كده بتبوظ وترجع تختفي تاني. ممكن نسميه حيل، شبه الحيل بالظبط. يبقى الفتق القربي جزء من الامعاء بيخرج ويخش تاني البطن، مع اي حاجه تزود الضغط داخل البطن زي ما قلنا تلاقي جزء من الامعاء تفتح، تلاقي جزء من المثانه تفتح، تلاقي الزايده من حالات الرير اللي بتحصل تيجي تفتح. وعشان كده دايما لما بتيجي بقى يعني المواقف دي اللي بتظهر، اذا كنت جراح اطفال اصل ممكن الفتى يقول لك ده اي حد يعمله، جراح عام جراح مسالك والكلام ده اوكي هتقدر تعمل كلام، بس افتح وخلي حضرتك وانس ان انت فتحت هيرنيا الانجوينا الكنال ولقيت الزايده موجوده قدامك، افتح وهتلاقي تورشن تيست الخصيه حصل فيها التواء ولفت، افتح وحضرتك سلايدنج هيرنيا يعني هتلاقي جزء من المثانه البوليه طالع لك في الفتاق، حضرتك هتحط فوطه الو عاوز جراح اطفال بسرعه يجيلك. طب ليه احنا نعرض نفسنا من البدايه للنقط دي؟ يبقى حضرتك ابنك عنده فتق قربي، وما ادراك ما مشاكل الفتق القربي، ده احنا بنتكلم عليه حضرتك هو الولد كح ظهرت، الولد نام او بطل كحه اختفى التاني، لدرجه ان حضرتك ساعات الام اوريدي اول دكتور هتروح له مين؟ دكتور الاطفال، هتروح فين وريني نيم الولد، الولد طب ما هو ما فيش حاجه الولد ما بعيطش او ما بيحزقش ساعتها، حط ايده على بطن الولد طب ما هو ما فيش حاجه قدامي ما فيش فتاق، ما هو فعلا قدامك ما فيش فتاق، بس حضرتك لو انت عملت رولينج، لو انت دكتور جراح اطفال وعملت رولينج للسبرماتيك كورد هتحس الساك موجوده في البدايه، وانس ان انت حسيت يبقى في فتاق على الاقل. ساعات الام تقول طب انت مش هتطلب اشعه؟ انا مش محتاج اشعه، حضرتك انا حاسس الهرنيا او الساك تحت ايدي، فانا اوريدي الام متردده وخوافه وتميل كل الميل الى اي حد يقول لها طب استني، طب مش ضروري ده عمليه دلوقتي بطبيعه كلها. الام العيله كلها تجاوزا العيله كلها بالظبط في كل حاجه في كل حاجه يعني لو الاطفال بالذات طالما جمله فيها تاجيل وما تعرف المسائل طبقين. الفقهيه يقول لك فيها رايان ناخد بالراي اللي يقول لك لا اطمن اطمن لا لا يا جماعه لا ما نطمنش نعمل الاشعه اعملي اشعه عشان تطمني، تلاقي يقول لك في هيرنيا وفي اورفيس قد كده والديامتر بتاعها قد كده ده انا رحت ولقيت فعلا في فتاق، ما اكيد اوريدي في فتاق. تبقى امتى نتدخل جراحيا؟ وانس في التو والحال. حضرتك انا السبت امبارح حضرتك انا عامل هايبوسبيدياس لطالب في 5 طب يا احليل سفلي احلي مجرى بول في 5 طب يعني 22 سنه عندك 22 سنه 23 سنه 5 طب يعني 23 سنه تخيل ايه ده يعني ازاي سكت لغايه 23 سنه الاب بيجرى المفروض الاب والام خايفين خايفين يعني خايفين اصل العمليه بتفشل اصل العمليه قالوا له ممكن تتكرر مره واثنين اصل هيركب قسطرة ايه هيركب قسطرة دي مش فاهم يعني فحضرتك المشاكل بتاع المنطقه الارهابيه والخصيه المعلقه الخصيه المعلقه دي قصه مهمه وايه الفرق بين الخصيه المعلقه والخصيه المطاطيه وبرضو الكلام المصار حول الخصيه المعلقه ستيل لغايه هذه اللحظه اللي قاعد مع حضرتك فيه في ديبيتس جامد جدا في الاختلافات كتيره جدا بين احنا كجراحين اطفال فما تخيلك بقى حضرتك لما بيخش حد مش متخصص في جراحه الاطفال ادي هرمونال سيرابي ولا لا انا جراح اطفال لا انا بقول ما بديش وما تديش دكتور جراح اطفال زميله يقول لك لا انا هعمل ترايل بالهرمونال سيرابي بنقعد مع بعض ونحط بروتوكول بنقعد مع بعض احنا الاثنين جراحين اطفال انا ضد وهو مع نقعد احنا الاثنين طب لو الخصيه بتنزل
معايا لاخر نقطه في الكيس بس ريتراكتايل بتطلع وتنزل مطاطية. فوق مطاطيه، انا في الحاله دي ممكن ادي هرمونال على اساس انها ممكن تكبر شويه وتنزل بالجرافيتي بوزنها، والهرمونال ريسبتور والكلام ده شويه تجاوزا انا ممكن اقبل اللي هو هيقوله. طب حضرتك الخصه بقى معلقه اناتوميكال حاجه تشريحيه، طب الحبل قصير هدي هرمونال ليه؟ فبتيجي بقى انا دايما نقول ليه بقى حضرتك بتروح الطفل، الام بتاخد الطفل تروح لمين؟ لدكتور الاطفال او دكتور تاني مش متخصص في جراح في جراحه الاطفال. واحد اثنين ثلاثه حقنه كل اسبوع لمده 6 اسابيع، هرمونات هرمونات حقنه كل 15 يوم لمده معرفش سنه. ويجي لك الطفل، اولا يجي لك الطفل قد كده بقى 7 سنين وهو قصير، حضرتك انت عارف انها الهرمونال سيرابي بيأثر على لونج بون بالظبط، فما بخليش الطفل ينمو النمو الطبيعي او الطول الطبيعي بيبقى دوارف. تلاقي الطفل عنده 6 سنين وطلع له شنب، صوته بقى صوت راجل، البيهيفير بتاعه بيتغير بالظبط والبيهيفير. انا مش هقول لك، انا دايما بقول لك 6 سنين وخدت الحقن هيطلع بعد شويه يقول لك انا عايز اتجوز. لا ما تماما تخيل طفل عنده داخله نفس المشاعر بتاعت الراجل بالظبط. فيا جماعه كل حاجه دي لها شروط، مش عمال على بطال. انت بتستخدم زي ادويه انت مصدع روح هات قرص اسبرين، هات قرص ريف المشهور يعني، هات قرص حاجه كده. لا، الادويه بتاعه الخصه المطاطيه او الهرمونال سيرابي بمعنى صح له اشتراطات معينه يجب كتابته في حالات معينه، مش كل حالات الخصه المعلقه ينفع فيها الهرمونال سيرابي اطلاقا. خصه معلقه عشان كده الفكاهه حضرتك يجي 6 7 شهور، احنا الخصه المعلقه تتعمل امتى؟ على 6 شهور. طب تلاقي الطفل جاي لك 6 سنين ويقول لك اصل هم قالوا له، برضه قالوا له ممكن تنزل على سن دخول المدارس، ما اعرفش ايه اللي هيدخلها على سن دخول. طب الولد مش هيروح المدرسه، يعني في اطفال مش هتروح المدرسه مثلا مش هتنزل. طب انا هروح المدرسه وانا عندي 3 سنين، طب ليه مرتبطه؟ يقول لك ان شاء الله لما على سن دخول المدارس هيروح هينزل. ما الخصه ما يبقى في الحاله دي القرار شارب جدا، يا اما الخصيه معلقه وهتدخل عند 6 شهور اعمل عمليه، يا اما الخصيه مطاطيه ومش هضرب فيه مشرط من البدايه، دي خصيه مطاطيه يعني بتنزل وبترجع تاني، تنزل بقى تثبت وقت ما تثبت ان شاء الله يبقى عنده 40 سنه، مش قصتنا. بس انا هنا انا واخد قرار من البدايه انا مش محتاج تدخل جراحي، يبقى انا هسيب الوقت. وهنا الخصيه انا مش هعرضها لمشاكل انها تورشن، مش هعرضها لمشاكل يحصل فيها مشكله التواء او كلام من. نيجي على القصه الثانيه بقى، ده معلق وما بتنزلش والحبل قصير او في اناتوميكال سيد موجود في اوبستراكشن، في حاجه قافله القناه عمرها ما هتنزل، الولد بيلعب كوره خد الكدمه، هنا الخصيه مش محميه تحت في الكيس بالدهون والحاجات الفات اللي موجود فين في الكيس الصفن، ولا درجه الحراره في البطن ودرجه الحراره لا ده هي اجانس تبون على العظميه بتاعه الايه الحوض. الولد بيلعب كوره، الكوره خبطت في بطنه، خبطت في بطنه، هي خبطت الخصيه على العظمايه فالموضوع خلصان. حضرتك بيلعب بوكسنج، بيلعب اي تروما، بيهزر مع اصحابه، بيركب عجله وقع، يبقى لايبل فور كومبليكيشن، الخصيه المعلقه في المكان ده قابله وعندها استعداد لحدوث مشاكل كتيره جدا، ابسطها كدمه تفرقع الخصيه، ابسطها التواء تجي لي بعد 6 ساعات اشيل الخصيه. يبقى الخصية المعلقة يجب إنزالها عند 6 شهور أو تثبيت الخصية المعلقة عند 6 شهور. النقطة التكة الأخيرة في معلش هطول حضرتك، الخصية المعلقة اللي مش محسوسة حاسسها أنا كجراح بإيدي حضرتك، الدياجنوستيك تولز بتاعتها هو المنظار. يا جماعة السونار غير كافي، الرنين هعمله بس غير كافي، الأشعة المقطعية هعملها بس غير كافية. محدش يعمل الحاجات دي ويروح ينام في البيت ويقول أنا عملت اللي عليا، أنا رحت رنين وقالوا موجودة، أنا عملت أشعة مقطعية وقالوا مش موجودة، ده خلقة ربنا وهو مولود بخصية واحدة. قد يكون بس في نسبة كبيرة جدا حوالي 30% بيبقى عكس التقرير والإشعة اللي موجودة، يعني لو قالوا موجودة في 30% ممكن تكون مش موجودة والعكس صحيح.
يبقى كل الخصية المعلقة الغير محسوسة يجب الحل الوحيد التدخل بالمنظار. ساعة ما تقول المنظار هيعمل منظار، يا جماعة مش المنظار ده، المنظار مش هو اللي بخش عن طريق الفم واللي هو اللي متخيلين ان هو متعب، لا ده منظار جراحي تشخيصي وعلاجي في نفس الوقت. بخش بالمنظار من البطن في السرة، بشوف الخصة مكانها فين، بتلاقيها موجودة في البطن أو مستخبية في أي حتة حضرتك، وتشوف الحبل المنوي بطوله يسمح لا، أعمل تراكشن عليها وانزلها على مرحلة أو مرحلتين بالمنظار. ده أسلم وده موست ريسنت تكنيك لتشخيص الخصية المعلقة اللي هي داخل البطن أو الغير محسوس. دائما أقول إن حوارات معك دائما لها قيمة مهمة، لأنها تعني أن الثقافة حول جراحات الأطفال تعني الحفاظ على مستقبل وطبيعة حياة هذا الطفل. ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور أحمد الشامي، أستاذ جراحات الأطفال وحديث الولادة، الأستاذ بكلية الطب، كان ضيفي في واحدة من أرقى حلقتنا في الناس الحلوة. خليكم مع الناس الحلوة. الدكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أهلا بكم. طبعا نشوف، بص الفكر بقى، الناس بره بتعمل عايزين نقلد يعني الحاجات الحلوة، نقلدش الحاجات الوحشة. بيعملوا أفلام صغيرة أو زي ما انتم شايفين كده، مجموعة من الأفلام صغيرة خالص عشان يعلموا الأطفال ويعلموا المراهقين لا فايدة العمل الجماعي. شكلها لطيف، أفكارها لطيفة وكلها فاني، وبتثبت في الدماغ إن أنت في كل النواحي الناس دي أنقذوا بسبب العمل الجماعي. في كل فروع الحياة العمل الجماعي له قيمة كبيرة جدا، كل الفروع، في القانون، في الإلكترونيات، في التجارة، في الصناعة، في الكورة، في الرياضة، في الطب. الطب بقى كمان العمل الجماعي له أهمية كبيرة، وخصوصا في مجال الجراحات. مجال الجراحات وخصوصا مجال جراحات الإنوريكتال اللي هي القناة الشرجية أو الشرج وما فوقه، هذه المنطقة نتيجة التطور الكبير اللي حصل في التعامل مع هذه النوعية من الأمراض بأساليب جراحية ليس انفيزيف، يعني ما تعملش مشاكل، لانه كانت المشكله عند واحد عنده مشكله حول الشرج وليكن هيمورويد وليكن ناسوره، هو تخوفه في ثقافته انه خايف يعمل عمليه فما يعرفش يتحكم في البراز، لانه سمع انه مش عارف سنه 60 حد دخل عمل العمليه دي فحصل له كده وبقت مشكله كبيره، وتدخلها الثقافه اللي هي الثقافة الشعبية أو الحكايات الشعبية تتنقلها بقى بنوع من التندر على الطب. الثقافة في الطب يا جماعة مهمة جدا، ومن ضمن الثقافة أن أنا أتقن فهم قيمة العمل الجماعي، أتقن كمريض، لأن أنا لازم أبقى عارف أنه العمل الجماعي ده هو اللي بيضمن أن التكنولوجيا دي تتنفذ صح. لأن لما أجي أعمل عملية وليكن عملية النصور فيها تكنولوجيا عالية جدا، فيها ليزر، فيها مناظير عالية الدقة، يعني ذات دامتر أو يعني رفيع جدا، اللي بيمسك المناظير واللي بيفتح واللي بيستخدم الليزر الماشين غير الجراح غير فريق التبريد، كله لازم يبقى مدرب عارف هو بيعمل إيه، وإلا هيتحول الليزر بدل ما هو نعمة إلى نقمة، وهتحول المنظار الى يوزلس ماتيريال، انسترومنت ملهاش قيمه. فعمل الجماعي هو اللي لازم، العمل الجماعي المدرب لازم يكون جزء مهم جدا في هذه المنظومه. ده هنتكلم فيه النهارده، وازاي تحولت جراحات الشرج من جراحات سيئه السمعه الى جراحات جميله السمعه، مش حسنة، لا ده جميلة السمعة. بدل ما تحولت، يعني ايه سيئة السمعة؟ كانت عملية يقعد الواحد يقول لك فلان عمل عملية، قعد شهر اجازة، راحت منه امتحانات الثانوية العامة، ما دخلش امتحان الكلية وما لحقش حتى الدور الثاني، الله 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 الله، ليه العملية ده عملية يا عم، وقعد ونايم في البيت وما بيخرجش وبتاع، دلوقتي بيعمل عملية يوم السبت، ثاني يوم الحد يروح شغله أو الاثنين، يرتاح له يوم ولا اثنين حسب، بس برضه
القفزه الهائله دي وراها فريق عمل. النهارده حوار ممتع اكيد مع ضيف العزيز اللي بيسعدني اكيد وبيبدع في حواره العلمي، واحد من الناس اللي انا بقول لهم دائما متشكرين على هذا الجهد وهذا الزياره، هذه الزيارات الرائعه لنقل الثقافه، ضيف العزيز الاسم المتميز، واحد من سوبر ستارز المجال على مستوى الوطن العربي الحقيقه، الاستاذ دكتور محمد النجار. اهلا بك يا دكتور. ايمن ازيك؟ وحشتني خالص. الله يخليك انت. هيمو كيور الحقيقه يعني اسم الحمد لله ما شاء الله الحمد لله، وكيور حلو قوي، اسم جميل. علاج شفاء الحمد لله. قبل ما ادخل معاك في العمل الجماعي اللي هيدخل معانا او هتدخل فيه فايده التطور الكبير، عايزك تكلمني عن ثقافه الناس حول امراض الشرج وفهم اعراضها. انت عارف، انت عارف احنا عندنا في مصر الاعراض بتترجم ساعات غلط. صحيح 100%. الثقافه دي كانت يمكن في جزء من الاوقات معدومه، بدات الحمد لله دلوقتي تبقى ترجع للناس تاني، وبدات الناس تاخد بالها من الاعراض اللي ممكن تظهر لها، بدات الناس تاخد بالها من هذا المجال. يعني يمكن قبل كده الناس كانت تتكسف، يعني اللي عنده مشكله في الشرج او المستقيم كان يتكسف ويحرج. لما بدات الناس تسمع وتاخد معلومات وتشوف ان في دكتور بيتكلم في الحكايه، وبدل الدكتور يبقوا 2 و3 و10، بدات يبقى في ثقافه، بدات الناس تعرف انه مش لازم نتكسف، مش لازم يبقى عندنا خجل ابدا من ان احنا عندنا مشكله في الشرج. الشرج جزء من الجهاز الهضمي زيه زي اي حته في جسمنا، اذا تعبنا لابد ان احنا نتعالج صح. يعني الحمد لله بدات الناس تاخد بالها من الاعراض. هذا العلم او هذا الجزء من الجراحه، جراحه الشرج والمستقيم، الاعراض متشابهه. يعني لو واحد عنده هيمرويد، لو واحد عنده بواسير، اعراضه قريبه شويه من اللي عنده شرخ شرج، اعراضه قريبه شويه من اللي عنده نسور، اعراضه قريبه بعد الشر على الناس كلها من اللي عنده سرطان داخل المستقيم. يعني هنا يجي دور الدكتور انه يقدر يفرق ما بين كل حاجه. هنا يجي دور زي ما حضرتك اتكلمت من شويه، فريق العمل. فريق العمل ده مش بس دكاتره وطاقم تمريض ومؤسسات وحاجات زي كده. فريق العمل ده عباره عن جراح، وعباره عن راجل بتاع باثولوجي يقدر يشوف اذا كان في حاجه في التيشو ده ولا لا، عباره عن واحد بتاع مناظير يقدر يورينا حاجات كويسه، مهندس يقدر يستخدم على الاجهزه الجديده. الحقيقه ان فريق العمل ده زي ما حضرتك اتكلمت من شويه حاجه عظيمه جدا. عن نفسي انا اتعلمت الحكايه دي، انا اشتغلت شويه في المانيا في جامعه اسمها اليزابيث كولن في كولن في المانيا. اتعلمت هناك يعني ايه فريق عمل، ان الجراح بيجي يشتغل العمليه بتاعته حواليه 10 بيساعدوه، حواليه واحد بتاع تخدير شاطر قوي، حواليه واحد بتاع مناظير شاطر قوي، حواليه ممرضه شاطره فاهمه هي بتعمل ايه، مساعد شاطر جدا بيوريه. يعني قرار ما بقاش قرار فردي، بقى قرار جماعي، وفي الاخر كل ده بيروح ناحيه المريض الحقيقه. يعني الاعراض بقى والتشخيص بتاعها وترجمه الناس للعرض، يعني ناس تقلق امتى تعرف ان ده عندي كذا؟ يعني خلينا نقول ان جنرال كده، اذا كان عندنا مشكله في الشرج والمستقيم هتتمحور حوالين 5-6 اعراض. اذا كان مريض عنده بليدنج بريكتم، اذا كان مريض بينزف دم، اذا كان الدم ده لونه احمر فريش كده يبقى جاي من القناه الشرجيه السفليه او من الجزء السفلي من الجهاز الهضمي، ما لحقش يقعد ولا يتجلط ولا يبقى لونه متغير ولا حاجه. اذا كان الدم ده لونه مغير شويه، اذا كان الدم ده متجلط، اذا كان الدم ده لونه دارك ريد زي ما يبدا يعلى شويه، فبدا ياخد وقت شويه لحد ما ينزل. بعد الشر مثلا الناس اللي عندها كبد او حاجات زي كده، يبقى حاجه اسمها ميلينا مثلا، انه بينزل دم لونه اسود خالص. يعني من اهم الاعراض اللي بنشوفها هو الدم. اذا كان عندك دم بينزل من الشرج او المستقيم، دي علامه خطر، لانه قد يكون عندك بواسير شرجيه مثلا. بواسير هي اوعيه متمدده حوالين الشرج زي الاورده اللي في ايدينا دي، لكن منفوخه شويه قد كده، فيبقى جدارها رقيق. لما البراز يعدي وهو نازل من الشرج رجع خابط فيها، رجع منزل نقطتين ثلاثه دم. لكن في حته حلوه قوي في الحته دي، يقول لك الدم ده بيجي مع دخول الحمام، ولا وانت قاعد كده تلاقي دم نازل، لانه يفرق جدا. الدم اللي يجي مع دخول الحمام اثناء الستول باسنج او اثناء مرور الفضلات 100% بيبقى سببه حميد، يعني 100% بواسير شرخه شرجي حاجات زي كده. لكن الدم اللي ملوش سبب، يعني واحد قاعد بيتفرج على التلفزيون مثلا وفجاه لقى دم نازل من القناه الشرجيه، احيانا مش عايز برضو نخض الناس، لكن احيانا بيبقى اعراض لامراض دمها تقيل شويه زي السرطانات وحاجات زي كده. فاول حاجه المريض ياخد باله منها الدم. اذا كان بينزل دم من فتحه الشرج ده مش طبيعي ومش ده العادي، ارجوك خلي الدكتور ياخد باله منك، لانه مش ده العادي. تاني حاجه الالم. الالم اذا كان الالم مع دخول الحمام، يعني واحد بيدخل حمام يجيله وجع شديد او حاجه، اغلب الظن يبقى عنده شرخ شرجي، لان البواسير مرض غير مؤلم. يعني لو واحد عنده بواسير عاديه كده هل يتالم؟ لا ما يتالمش، ويكتبوا في الكتب عليها اسيمتوماتيك، يعني ملهاش اعراض. طب امتى بقى يبقى عنده بواسير وعمال يتوجع؟ اذا حصل عليها بعض المضاعفات زي التجلط مثلا، فيسموها ثرومبوزد بايل، بواسير متجلطه.
او مثلا بيبدا درجتها تزيد من الدرجه الثانيه للثالثه فبتبدا حاجه تخرج بره فيبقى مخنوقه شويه فيبقى متوجع. لكن البواسير ما بتوجعش، توجع اذا حصل عليها بعض المضاعفات وده علامه تستدعي ان الواحد ياخد باله اكتر. غير الالم الافرازات، اذا كان واحد عنده ديتشارج ربنا يخلقنا الحته دي دراي، يعني مش المفروض الواحد يبقى عنده بلل حوالين فتحه الشركه، ما يحسش ان في افرازات، يحسش ان في ميه، ما يحسش ان في حاجات لونها اصفر ولا اخضر ولا كلام زي كده. اذا في ديتشارج في حاجه مش مظبوطه، نروح بقى ونيجي في الديتشارج ده نقول انه قد يكون سببه نسور شرجي، وده الاشعه يعني قد يكون سببه مش نشور خالص، حاجه اسمها بروكتايتس. بروكتايتس يعني التهاب داخل المستقيم، والمريض ساعتها ينزل ميوكس ديتشارج، يعني وكان حاجات لزجه كده او حاجه. الاعراض متشابهه، اللي عنده بواسير ممكن يبقى عنده وجع وعنده دم وعنده افرازات، اللي عنده شرخ شرجي ممكن يبقى عنده وجع وعنده دم وعنده افرازات، اللي عنده نسور نفس الكلام، اللي عنده بعض الشر ورم خبيث داخل المستقيم ولا حاجه ممكن يبقى عنده نفس الكلام. مين يقدر يشخص؟ الدكتور وشطاره التكنولوجيا الجديده. لما نيجي نشوف احنا عملنا التشخيص وقدامنا الحاله، ايه التكنولوجيا اللي قدمت؟ يعني ازاي الليزر قدم حلول؟ ازاي المناظير دخلت؟ ايه التطور اللي حصل في المنطقتين دول؟ شوف احنا كانت الجراحات القديمه لمجال الشرج والمستقيم ده، خلينا في الشرج كمان خصوصا، يعني تعتمد على القطع. عندك بواسير شيلها، اعمل جرح مش مهم، عندك شرخ شرجي شيل حواليه كده وخد كام غرزه مش مهم، عندك نسور شرجي اقطع مش مهم. صحيح كانت حاجات يمكن الاجيال، احنا محظوظين بس ان احنا عايشين في عصر فيه تكنولوجيا عظيمه، يعني الناس اللي قبلنا الاساتذه ناس افاضل ويعني يعلمونا كل حاجه الحقيقه، يعني وما زلنا يعني نشيلهم فوق دماغنا. لكن احنا محظوظين ان احنا جينا في وقت من الزمن فيه تكنولوجيا زياده، في مهندسين شاطرين، في شركات عظيمه، في مصانع بتعمل حاجات عظيمه، في ليزر. قبل كده ما كانش فيه، فالناس يعني كانت هتعمل ايه؟ لكن اللي ناخده على الناس شويه انه خلاص بقى، يعني بقى في حاجات جديده. البواسير اللي كنا بنشيلها ونقطعها كلها ونسيب المريض عنده جرح قد كده يقعد في البيت شهرين ثلاثه يتعالج منه، بقت تتعمل في خمس دقائق. تخيل بقى كل الهم ده ما بقاش موجود. زي ما اقول لك كنا بنقطع البواسير بقينا بنكويها فالامور تنتهي، كنا بنكوي حوالين نقطع حوالين الشرخ بقينا بنكويه فخلاص. كنا لما المريض يبقى عنده شرج ضيق شويه عنده فانكشنال سبازم لازم نقطع الانترنال سفنكتر، زمان ما بقناش نقطعه، بقينا نعمل سفنكترولايسز، نعمل اراحه للشرج. اللي كان عنده نسور كنا لازم نقطع النسور ونخاف على العضلات وكلام زي كده، بقينا نعمل فيلاك. عصر الليزر ده إيه هو الفيلاك؟ اللي هو الفيستولا تراك ليزر كلوجر، اللي هو علاج النسور باستخدام الليزر، اللي هو هيخلينا ما نقطعش النسور، ما نخافش على العضلات، هيخلينا نكوي النسور باستخدام الليزر فالمريض يبقى في امان تام 100% الحقيقه. يعني ده تكنولوجيا، تكنولوجيا عظيمه جدا، لانه كمان الليزر واخد يمكن المين شير، واخد 60 70% من التكنولوجيا. لكن في تكنولوجيا عظيمه جدا اسمها تي اتش دي مثلا، تعتمد على ان الاوعيه الدمويه بتاعت البواسير دي لازم تتربط عشان تروح من غير حتى ما نعمل ليزر ولا حاجه. في تكنولوجيا عظيمه جدا اسمها فافت، فافت اللي هو المنظار اللي بيورينا مداخل النسور الشرجي او حاجه. ده دي كانت جراحات ده مريض عنده بواسير مثلا، احنا دلوقتي بقينا بنخش بالليزر، كنا زمان نقطعها، دلوقتي ما بقيناش بنقطع حاجه، بقينا بندخل جوه البايلز ونحرقها بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، تنكمش وتروح تماما من غير ما نعمل للمريض جرح ولا رو اريا ولا حاجه. وبالفعل اذا كان المريض عنده بواسير زي دي تاني يوم يروح شغله. اذا الناسور عايزين يشوف الناسور بالليزر ده برده مهم جدا. بالظبط اللي انت قلته دلوقتي ده اللي هو اسمه فيلاك. فيلاك، فيلاك تختصر حاجه طويله، فيستولا تراك ليزر كلوجر. فيستولا تراك ليزر كلوجر، اللي احنا هنقفله ده حاجه من الحاجات العظيمه قوي، اللي هو الفافت اللي هو المنظار اللي بيدخل جوه الناسور. اللي ياما قعدنا نحلم ان احنا نفسنا نشوف جوه الناسور ده ايه، بقينا بنشوفه، بقينا بندخل جوه التراك. انا فاكر حضرتك قلت لي كلمه زمان الحقيقه وانت بتعرف الناسور الشرجي، قلت لي ده سرداب، ده حاجه زي السرداب. سرداب ده يعني حاجه مستخبيه جوه محدش شايف. اهو السرداب ده ما بقاش سرداب دلوقتي، بقينا شايفينه، بقينا عارفين الطريق فين، شايفين التشعبات، شايفين الوول بتاعه التراك. السرداب هو نفق رفيع. بالظبط السرداب نفق رفيع بالظبط، بقينا بقى جواه، بقينا شايفين، بقينا شايفين التيشو بتاعه. يعني الحقيقه تقدم علمي عظيم جدا خصوصا في علاج النسور الشرجي، لانه اصبح نتائجه كمان هايله قوي لما بنكومباين الفافت مع الليزر، لما نحط المنظار جنب الليزر. دي شركه امريكيه اسمها ستورز، دي شركه المانيه اسمها باريت، الاثنين بقوا جنب بعض يعني الحقيقه يعملوا نتائج عظيمه جدا. التكنولوجيا ملهاش اخر ابدا في علاج امراض الشرج والمستقيم، وكل يوم بنلاقي حاجات تخلينا نبعد المريض عن اي حته فيها خطر. هي الفكره زي ما بقول لك ان الامراض دي زمان كان فيها خطوره في عملياتها، الخطوره دي بقت زيرو. يعني بقى المريض يعمل عمليه واقول له انت 100% مش هيحصل مضاعفات،
الالم ما بعد العمليه نقول لك انت ما عندكش الم، لكن هل الالم نروح ونيجي فيه؟ اه ممكن نعمل مريض ويتوجع يومين ثلاثه وانا اقول له انك مش هتوجع، في مريض نعمله ويتوجع ساعتين ثلاثه، لكن اللي ما فيهوش كلام ابدا السيفتي اللي ما بيحصلش اللي ابدا اللي هو ده اللي احنا شفناه دلوقتي ده المنظار المنظار اللي هو اللي احنا كنا بنشتغل بيه دلوقتي اللي هو بالظبط اللي احنا بندخل بيه جوه التراك اللي هو بيورينا المليهات الصغيره اللي كان مستحيل نتخيل او نحلم ان احنا نشوفها بعينينا جوه التراك جوه الناسور. الناسور الليزر اذا كان بيدخل لما نشوفه دلوقتي الليزر هو بيتعامل مع الناسور هيمشي في الناسور ويحرقه من جوه بس مش شايفين بس مش كان شايف مش شايف, مش شايف. بس يعتمد على نسبة متخيله يعني ايه فيلاك بالظبط يعتمد على خبرتك انت يعني على الجراح وهو بيسحب بالملي وحاجات زي كده ده احنا دلوقتي بقى بقينا بنشوف واحنا بنحرق يعني خلي بالك اللي داخله دي اللي هي الاثار بتاعه الليزر فبقينا شايفين واحنا داخلين لو في حته انا ما خدتش بالي منها وانا بحرقها يتبان لي قوي بقى في الكاميرا ان انت ما حرقتش كل حاجه فقد يكون ده سبب لارتجاع الناسور فخد بالك لازم تحرق الحته دي تاني اذا كومباينيشن صعب ما بين يعني كومباينيشن محتاج يعني ادي ادي الليزر اهو داخل كان بالظبط ده, ده ده تكنولوجيا لوحده بالظبط فمش بس تكنولوجيا واحده بقى ده انت وفرت للمريض كل التكنولوجيا اللي في العالم خلي بالك احنا كان عندنا خبير الماني الحقيقه من الشركه بتاعه الليزر على فكره دول شركتين يعني دي المانيا اللي على اليمين دي المانيا ودي على الشمال امريكا بالظبط دي شركه ستورز كانوا بيحاربوا بعض في يوم من الايام بالظبط يعني بالظبط صحيح لا ده كانوا بيحاربوا بعض كبلاد بالظبط دلوقتي شوف بيعملوا كومباينيشن تعاون علمي بالزبط. على ارقى مستوى وهو ده قيمه الابحاث العلميه وهو ده قيمه فعلا يعني قيمه الانسانيه العلم بيقرب يعني 100% كانوا بيفلوا بعض بالظبط امريكا كانت بتفني المانيا دلوقتي بقى بنشتغل سوا يعني بقينا انا بقدم انا شاطر قوي في تصنيع المناظير فعملت المنظار اللي هو الفافت وانت شاطر قوي في تصنيع اجهزه الليزر فعملنا الحاجتين مع بعض اللي يخدموا المريض انا بقول لك احنا كان عندنا قريب خبير كده بالالمانيا الراجل انبهر بانه هو جاي فاكر ان احنا بنستخدم الليزر بس فلما دخل وشاف الماشينز والاجهزه وحاجات زي كده الراجل انبهر انه ما شافش في مكان انك واخد كل حاجه حلوه من كل حته يعني اكنك واخد التطور الامريكي كله في شركه ستورز واخد التطور الالماني كله في شركه بوليتيك واخد التطور الايطالي كله في تي اتش دي مثلا روك ستيشن مثلا يعني بروكت ستيشن ده بالمناسبه لان انا بحبه جدا الحقيقه بروكت ستيشن ده واحد بروكت ستيشن ده كان موضوع الحوار بتاعنا بالظبط خلي بالك يعني هو واحد من اربع اجهزه في الوطن العربي ما شاء الله يعني محطه التشخيص الوحيد اللي في مصر بالمناسبه وكانت بالمناسبه جامعه عين شمس هتشتريه لكن المشاكل في الميزانيه وحاجات زي كده وقف الموضوع عندهم عندنا في هيمو كيور وموجود في دبي في مستشفى في دبي في مستشفى زليخه وموجود في بلدين كمان جوه الوطن العربي اربعه جوه الوطن العربي في ايطاليا وفي المانيا منتشر شويه لكن جوه الوطن العربي اربع اجهزه بس اجهزه تشخيصيه تشخيصيه بس ما بتعملش حاجه ما بتعالجش حاجه على فكره دايما بيبقى في بخل في الاجهزه التشخيصيه بالظبط ما بيعالجش لانه انت بتعمل ايه يعني بص تلاقي ايه اصرف يا عم على ليزر لانه انا هعمل بيه العمليه بس ما انا هشخصه بالظبط ما انا طب انت عارف المقارنه فين اتنين دكاتره واحد شاف المريض لمده ثواني وقال له انت عندك بواسير واحنا قعدنا ربع ساعه نشخص المريض بالاجهزه والصور وكل حاجه وفي الاخر احنا قلنا له ان عندك بواسير صحيح لكن انا متاكد هنا انه ما عندوش حاجه غير البواسير وهنا هو مش متاكد هو خايف يكون عنده حاجه تانية او حاجه يكتشفها جوه العمليات او حاجه زي كده هي دي بقى قيمه التطور وقيمه انك يعني بتسعى الحقيقه للحاجات الجديده كلها انت النهارده اسعدتني سعاده الله يخليك النهارده اتفسحنا فسحه جميله جدا صحيح في عالم يعني فسحه جميله يعني النهارده على فكره الحوار كان بدون ترتيب احنا النهارده كنا هنقعد نتكلم في البروكت ستيشن لقيت ان البروكت ستيشن ده يعني اسال لعابي العلمي في ان انا اشوف بقى ايه اللي ورا شخصنا سي ماشي الليزر بقى الليزر يعني ابهرنا قلنا لا ندخل ورا الليزر نشوف في ايه تطلع كمان الطمع مش ان انا اعمل الليزر عمياني بجايد بمتتبع اللي هو الخيط اللي لازم نشوف فيه لا ده انا هشوفه بمنظر ده انا بقيت شاطر قوي في الحاجات دي جدا والله كل تخصص يقولوا لي انت بقيت صحيح جدا والله انا مبهر يعني والله اسنان يا باشا والله بقيت اعدل عليهم وخط على جاي انا عارف اروقهم في الاسنان رغم انها كليه طب ثانيه خالص صحيح ضيفي العزيز الاستاذ دكتور محمد النجار استشاري جراحات الشرج والمستخيم وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج وهو طبعا المؤسس لهيمو كيور لعلاج وامراض الشرج والمستخيم نورتني وشرفتني ومن اجمل الحاجات اللي انا يعني روحك الجميله اعتزازك بفريق العمل ده مدرسه مهمه جدا صحيح. لازم ننقلها لكل
كل الجيل الصاعد بقى ورانا فريق، انت من غير فريق عملك صحيح بتبقى مضطرب، مع فريق عملك بتحس بالامان، اعتزازك بفريق عملك ده مهم جدا، واختيارك له مش موضوع سهل، ده موضوع عايز تركيز شديد جدا صحيح. جدا خليكم مع الناس الحلوه. الاستاذ الدكتور عماد الدين كمال، استاذ امراض الذكوره والامراض التناسليه بكليه الطب جامعه اسيوط، استشاري امراض الذكوره والحقن المجهري مركز خصوبه. اهلا بكم، النهارده يوم مهم جدا مع قيمه علميه كبيره في عالم الذكوره. خلي بالكم ان عالم الذكوره فيه خطر. ليه؟ اولا في اشياء كثيره تؤثر على الرجاله والناس مش دريانه والناس مكبره دماغها، والعقل فكره يعني مثلا الدراسه اللي بتقول الحشيش يضر بوظيفه الخصر، في ناس كتير بتعتقد ان الحشيش بيفيد في الجنس، ده اعتقاد شعبي او اعتقاد يعني فاشل فاسد، اعتقاد خاطئ تماما ملوش اي بيزك علمي. الحشيش يضر بوظيفه الخصيتين، والموقع الطبي الامريكي هو اللي كتب الكلام ده واتعامل في كولورادو على نسبه كبيره من متعاطي الحشيش، لقوا انه كلهم بيعانوا من مشاكل في الانجاب او كتير منهم. حاجه تانية الرياضات العنيفه، خلي بالكوا انه في ناس كتير بتلعب رياضات عنيفه وجدوا علميا انها بتضر بالخصيتين. حاجه ثالثه المقالب اللي بتطلع اليومين دول، الناس اللي بتقعد تعمل سوشيال ميديا فيديوهات عشان هم يعني بيسموهم ايه بلوجر، ما اعرفش بيقول لهم اسم غريب كده، انا ما بفهمش الكلام ده، وبيكون النتيجه مقلب او حركه او مغامره تكون ممكن تفقد الانسان قدراته الانجابيه والجنسيه. برضو ناس كتير من اللي بتسوق دراجات بخاريه الموتوسيكلات بيسوقوا بغباء وبيعملوا حركات في منتهى والدراجات العاديه كمان بساعات بتساق بطريقه مبالغ فيها وخاطئه، وخصوصا الكراسي دلوقتي بتاعتها يعني في منتهى الخطور. برضو الأطفال اللي عندهم خصية واحدة لازم يلبسوا ملابس واقية لهذه الخصية، لأن هو عنده خصية واحدة، فده ما ينفعش أولا يلعب رياضات عنيفة، ولو لعب رياضة زي كرة القدم هو لازم يلعب كرة قدم أو سلة أو حاجة، لازم يعمل حاجات وقائية وملابس وقائية خاصة به. النهاردة حوار مهم جدا عنوانه التكنولوجيا خدمت إزاي تأخر الإنجاب، التكنولوجيا قدمت إيه لتأخر الإنجاب. التكنولوجيا في عالم الذكورة لها قيمة كبيرة جدا، هنفهم هذه القيمة من حوارنا مع ضيفي العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم القدير في هذا المجال اللي بيمتهني دائما بحضوره العلمي الراقي وتواجده طبعا وكمية المعلومات الرائعة اللي بنسمعها منه. ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور عماد الدين كمال، أستاذ أمراض الذكورة وتأخر الإنجاب، الأستاذ بكلية الطب، وطبعا صاحب دكتوراه الذكورة وتأخر الإنجاب من كلية الطب جامعة القاهرة، والاسم القدير الكبير. أهلا بك دكتور عماد بيه، منورنا. أهلا دكتور أيمن، وأهلا بالسادة المشاهدين جميعا. أنا عايز أتكلم الأول على جملة مهمة وكلمة قد تكون قاسية على أي زوجين، لما تقول لهم أنتوا عندكم انعدام في الحيوانات المنوية عند الراجل، الراجل طبعا هيتأثر جدا وربما ما يتكلمش ويسكت، أو يقول جملة يعني هلامية ما تعبرش عن حالته النفسية، إيه اللي حصل؟ إيه السبب؟ زي ما حضرتك ذكرت موضوع انعدام الحيوانات المنوية ده موضوع مهم جدا أو موضوع خطير جدا، يعتبر التحدي الكبير في حالات تأخر الإنجاب للذكور. يمكن إحنا نلاقي الحيوانات عندنا عددها قليل، حركتها ضعيفة، فيها تشوهات، في صديد، في قلة في كمية السائل المنوي، كل الحاجات دي يعني نقدر نتعامل معها بسهولة ومرونة شوية. لكن لما نفاجأ بيعني انعدام الحيوانات المنوية أو بنسميها حالات الأزوسبيرميا، تمام، الموضوع بيتغير تماما، لان احنا بتبقى قدام مشكله كبيره لها احتياطاتها ولها اسبابها ولها ترتيباتها، ودايما بنبقى مترددين، يعني العيان لازم نفهمه القضيه كويس عشان هو ما يتخضش منها وعشان يعرف يتعامل معها. فموضوع غياب الحيوانات المنويه ده موضوع كبير جدا، ليه اسباب كتيره قوي، احيانا بتبقى اسباب خلقيه واحيانا اسباب مكتسبه. الأسباب الخلقية دي إن إحنا عندنا مشكلة في ضمور في الخصيتين نتيجة لعيوب في الكروموزومات أو عيوب في الهرمونات، أو عندنا الحاجة الكبيرة أو اللي إحنا بنشوفها الخصية المعلقة، الخصية المعلقة اللي إحنا بنسيب الأطفال الخصية بتاعتهم وما ناخدش بالنا كتير قوي،
ناس بيتجوزوا ونكتشف ان الخصية عندهم معلقة واحدة او اتنين احيانا ما حدش اكتشفها لغاية الزواج. التهابات الخصية اللي بتعدي للاطفال او الكبار دي كلها ممكن تؤدي الى ضعف او انعدام الحيوانات المنوية. التعرض للكيماويات والاشعاع، الناس اللي هم في شبابهم او في صغرهم بيتعرضوا الى اورام معينة بيحتاجوا الى علاج كيماوي او اشعاعي. دي نقطة مهمة جدا، للأسف الثقافة دي عند دكاترة الأورام مش عارفينها غير مؤخرا. الناس دول لازم نتعامل معهم باحتياط جدا، لأن علاج كيماوي علاج إشعاعي الخصية سوف تنعدم الحيوانات المنوية يعني عاجلا أم آجلا، فلازم نعمل لهم احتياطات وبنعمل لهم حاجة اسمها تجميد حيوانات منوية. نقول للمريض ده لا، أنت عندك ورم، هتخش في جلسات علاج كيماوي، هتخش في جلسات علاج إشعاعي، لازم نعمل تخزين للحيوانات المنوية عشان نحافظ على قدرتنا الإنجابية. فيروح العيان أي مركز خاص بالحقن المجهري أو الخصوبة، يعمل تجميد لعينة أو اثنين أو ثلاثة من الحيوانات المنوية، يفضلوا رصيد ليه بعد كده يما يخلص العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي والتحليل يبقى زيرو، يبقى عنده رصيد يطلعه ويستخدم منه عملية الحقن المجهري. فده أسباب من أسباب غياب الحيوانات المنوية. الناس اللي هم بياخدوا يعني، وده ثقافة يعني مش ظريفة، الجيم، والثقافة دي انتشرت قوي عندنا الفترة دي، وكلنا بنحب نربى عضلات بقى، وبقى نوع من انواع التفاخر او الوجاهة ان العضلات بتاعتنا حلوة وشكلها شيك والكلام. هو بقى عندنا في العالم كله، مش في مصر بس، العالم كله، بس في مصر المسألة واضحة وزايدة قوي برضو عن اي حتة، لانما اني شفت في العالم المسألة مش اوفر كده، في العالم مقننة. واللي بيعملها عارف بيعمل ايه. احنا للأسف اللي بيعملوها يعني عشوائيين جدا، ويبدأوا يستلموا الشباب دول يدوهم جرعات مكثفة من الهرمونات، هرمونات الذكورة. عشان هرمون الذكورة معروف بقدرته ان هو بيكبر العضلات في وقت صغير، فالولد الشاب ده بدل ما ياخد تمرين يقعد عشان يكبر عضلاته ست شهور سنة، لا، احنا ممكن نعمل كده في شهرين ثلاثة. لو اديته جرعة هرمون ذكورة مكثفة في خلال شهرين ثلاثة عضلاته هتزيد للضعف او الضعفين، لكن في المقابل هيحصل انعدام للحيوانات المنوية او قلة شديدة في الحيوانات المنوية. واحيانا الخلل في الحيوانات المنوية ده ممكن يكون قابل للرجوع جزئيا او كليا او غير قابل للرجوع، يعني انا ما اعرفش ارجعه بعد كده. لدرجة ان هم بدأوا يفهموا الموضوع، بدأوا يتفلسفوا فيه، وقالك لا احنا هنديهم الهرمون بس هنديهم جرعات غسيل بقى، انهم نديهم هرمونات تانية تشغل الخصية من جديد. فطبعا كل ده كلام مش مظبوط، وكل ده بيؤدي الى انعدام الحيوانات المنوية. فقصة انعدام الحيوانات قصة كبيرة قوي ومشكلة كبيرة قوي، ياما بنواجهها بنحط لها يعني احتياطات وترتيبات معينة. الميكروسكوب الجراحي في عالم الذكورة، في عالم عينة الخصية، أعطى بعد رائع لهذه العملية ونقلها نقلة تانية خالص. الميكروسكوب في مثلا في جراحات المخ والأعصاب له قيمة، عندكم في الذكورة له قيمة كبيرة برضو. الميكروسكوب غير العملية دي أو خدمها خدمة كبيرة قوي. إحنا زمان قبل الميكروسكوب كنا بنقول إن إحنا بنعمل تخطيط للخصية، يعني أفتح وطلع الخصية قدامي واخد عينات عشوائية من أماكن متفرقة من الخصية، لأن أنا ممكن ما ألاقيش في العينة دي، ألاقي في دي، ألاقي من ناحية الشمال، ألاقي في اليمين، ألاقي فوق في الخصية المنطقة اللي فوق، ما ألاقيش في اللي تحت، فبعمل مابينج أو تخطيط أخد عينات. الموضوع ده عشوائي وبالتالي نتائجه كانت عشوائية. الميكروسكوب لما ظهر تمام غير الموضوع ده أو سهل لنا النتائج بشكل كبير جدا، بمعنى أنا في الميكروسكوب بفتح الخصية تمام، فتح أفقي، والخصية كلها الخلايا بتاعتها أو الأنسجة بتاعتها بتبقى قدامي. بالمسح الميكروسكوبي بقدر أشوف أكتر أماكن للخصية فيها أنابيب مليانة أو منتفخة، احتمالية وجود حيوانات فيها أكتر، وبالتالي أقدر بوجه العينات بتاعتي للأماكن الكويسة اللي ممكن ألاقي فيها حيوانات منوية. فباخد من الحتة دي اللي شايف الميكروسكوب انها كويسة، الحتة اللي انا شايف انها مش كويسة بسيبها، باخد حتة تانية، وبالتالي بقدر اوجه الاستخلاص لأماكن جيدة تديني حيوانات منوية. ودي غيرت النتائج بشكل كبير وخلت النتائج الإيجابية تبقى نسبتها عالية عما كنا بنعمل في الأول. بس كل ده جاردد بانه لازم ابدأ الأول بالتحضير. لابد تحضير العملية، ده موضوع أساسي لكل العيانين. إذا كنت هعمل ميكروسكوب أو هعمل عادية لازم أحضر الأول، وتحضير العملية مهم جدا عشان يما أخد الأنسجة نسجها يبقى سليم أو صحي
اقدر استخلص منه الحيوانات المنويه دي. الميكروسكوب برضو ميزته ان هو يقدر ياخد لي عينات فيها كثافه من الحيوانات اكتر، بمعنى ان انا هاخد واخزن مش انبوبه، اخزن فايل 2 3 اقدر اعمل بيهم كام عمليه، مش عمليه واحده، كل فايل هعمل بيه عمليه، يا اما اجمد 3 4 فايل او 3 4 نبيب اقدر اعمل العمليه دي 3 4 مرات بنفس عمليه الاستخلاص الواحده. لكن انا لو عملت العمليه واتزنقت في عدد الحيوانات واستخلصت عدد قليل خلاص انا هعمل بيهم عمليه وهخلص كده، هاجي اعمل مره ثانيه هفتح ثاني، هعمل مره ثالثه هفتح ثاني، لا انا لازم ازود الكثافه والعدد الايجابي للحيوانات المنويه. قيمه التجميد هنا خلت الرجل يعمل العمليه واحده ويقدر يعمل بيها محاولات حقن مجهري اكتر من مره طول عمره. التجميد طبعا فرق معانا جدا ان احنا بنبدا نشيل. التجميد كمان فرق معانا في حاجه مهمه قوي، ان انا بقيت عمليه الاستخلاص دي زمان كنا نحضر الزوجه ونيجي يوم العمليه ندخل الزوج نقول له يلا هنستخلص العينه. احنا طبعا تحضير الزوجه ده موضوع شاق جدا ومكلف جدا، تقريبا 60% من تكلفه العمليه في تحضير الزوجه، ناهيك عن الاثار الجانبيه للادويه ومضاعفاتها، ادويه التحضير ومشاكلها. نيجي نفتش الزوج يوم العمليه ما لقيش حيوانات منويه، فطبعا يعني الموضوع ده كان مش ظريف. فبقينا دلوقتي لا، نجيب الزوج الاول قبل الزوجه بشهر شهرين قبل ما نفكر، ونبدا احنا نستخلص للزوج. اول ما بنلاقي الحيوانات المنويه دي بنجمدها ونقول له خلاص انت كده تمام، تبدا الزوجه تيجي لنا ان شاء الله في الدوره اللي جايه عشان نبدا تجهيز العمليه. فكده ضمننا ان احنا مش هندي علاج للزوجه، مش هنخش في تكلفه الا لو الزوج ايجابي العينه والعينه جت وتخزنت وموجوده تحت ايدينا. فده طبعا سهل لنا موضوع التجميد بشكل كبير جدا. برضو موضوع التجميد للناس اللي هم ما اتجوزوش لسه، الشباب اللي هم يخشوا يعملوا عمليات جراحيه او اشعاع او كيماويات ممكن تعرض الحيوانات المنويه انها تختفي، فالتجميد وجد لهم فرصه ان احنا نشيل الحيوانات دي. برضو تجميد الحيوانات المنويه نحتفظ بيها، نشيلها نحتفظ بيها تبقى طبعا كاننا عندنا رصيد يستخدم. تجميد الحيوانات المنويه نفسها برضو بعيد عن عينات الخصيه بقى له قيمه، بمعنى ان احنا كتير قوي بنجهز الزوجه ويوم العمليه نقول للزوج هات لنا عينه يلا، مع الضغط النفسي والتوتر والقلق ممكن ما يعرفش يجيب عينه وتتوقف العمليه او تتلغي، او ندخله فورا نعمل له عمليه استخلاص من الخصيه، عمليه جراحيه مكلفه وليها مضاعفاتها. فاحنا بقينا اول ما نبدا في تجهيز الزوجه ناخد الزوج ونقول له هات لنا عينه نجمدها او اثنين او ثلاثه قبل العمليه. دي عينات استراتيجيه بتبقى جاهزه في اي وقت استخدمها، ويوم العمليه باخد منه عينه فريش برضه، بفحص الفريش اذا الفريش ده حلو وفي حيوانات مناسبه بشتغل منه، مش حلو هات العينه اللي احنا جمدناها دي وما تعرضش للضغوط وما تعرضش لاحتمالات ان انا اكنسل العمليه او اوقفها بعد ما صرفت عليها وبدات فيها. كيف ترى سيادتك بعد التاريخ طويل العمل دوت المتميز في العالم في علاج العقم عند زوجين، تقدم فهم الرجل لدوره واهميته؟ 70% هذا الرقم الضخم جدا، الناس الرجاله فاهمين الكلام ده ولا لسه الراجل؟ لا دلوقتي خلاص الثقافه دي وصلت للمرضى يعني حقا، وبداوا هم يهتموا بالموضوع، بداوا هم حتى يقول لك لا انا عايز اخد علاج الاول، وانا سمعت وعرفت ان انا لازم اتحضر وشفت واتفرجت فلازم اعمل كده وعندي فكره عن كذا وكذا. فالميديا والاعلام بصراحه دلوقتي ادى فكره كويسه جدا للناس، حتى المريض بيجي يناقشك طب انت هتعمل الاستخلاص ده بالميكروسكوب ولا جراحه، طب هتشوف هتعمل ايه، طب هتخزن لي ايه. فده مهم جدا والثقافه دي وصلت فعلا للمرضى، واحنا بصدد ان احنا نوصلها اكتر وندي المعلومات اللي هي تديهم فكره اكتر عن الموضوع. المريض الذي يقول لك الجمله المشهوره انا خايف من موضوع العينه وخايف من سحب العينه هتبوظوا لي الخصيه، ده نقول له ايه؟ دي جمله مشهوره قوي، ناس كتير عندها فكره ان احنا العينه دي بتاثر. انا هقول له ان انا العينه دي ما فيهاش اي مشكله خالص، الخصيه ممكن ناخد منها مره واثنين وثلاثه، لكن على اصعب الاحتمالات تمام. الخصيه ليها وظيفه واحده مهمه او وظيفتين، انها تطلع هرمونات وانها تطلع حيوانات منويه. الهرمونات اقدر استعيد بها بادويه سهله جدا ومتوفره ورخيصه جدا ما فيهاش مشكله. الحيوانات المنويه لو انا الموضوع هيستدعي ان انا يعني اخد الخصيه كلها واطلع للمريض ده حيوانات يخلف بيها، اوكي هو ده الهدف، هو ده الهدف. فالخصية مش هجرى لها حاجة خالص، أنا يهمني أن أنا أحصل على حيوانات منوية لأن هي دي اللي تساوي الخصية. لو ما حصلتش على حيوانات منوية الخصية ملهاش قيمة بالنسبة لي، فمفيش مشاكل في العينات خالص طالما إحنا بنعملها بطريقة جيدة، مفيهاش أي مشكلة خالص طالما طبيب متخصص هيعملها، لأن هي دي الأمل وهي دي الحل.
كالعادة أسعدتنا بهذا الحوار العلمي الراقي جدا. ربنا يخليك، شكرا. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في هذا المجال الأستاذ الدكتور عماد الدين كمال، أستاذ أمراض الذكورة وتأخر الإنجاب، الأستاذ بكلية الطب وصاحب دكتوراه تأخر الإنجاب وأمراض الذكورة من كلية الطب جامعة القاهرة. نورني وشرفني في واحدة من أرقى حلقاتنا وهي تخص الرجل والست. صحيح ان الكلام عن الرجال، لكن تاخر الانجاب الاثنين بيقعدوا يسمعوا بدقه شديده، وربما الست تحضر الحلقه اكتر وتفهمها وتكتبها وتنقل الملخص او اللي هي المعلومات اللي لازم يفهمها الرجل منها. في جمله هنختم بيها غريبه: العمل الليلي للرجال يؤثر على قدرتهم الجنسيه ومشاكل الخصوبه. فالناس اللي بيشتغلوا بالليل يعني وهم عندهم تاخر انجاب لازم يغيروا من نمط الشغل بتاعهم وينقلوا ورديات الصبح اذا امكن، يعني اذا امكن. نورتنا، شكرا. خليكم دايما مع ناس حلوه. الاسنان شيء مهم جدا، وعالم الاسنان عالم سحر. انا قعدت سنين على ما وصلت ان لا انا هعمل اشعه مقطعيه وانا بخلع ضرس العقل عشان انا مش عايزه مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل، ما قلتش ابدا ان مريض السكر مش هيزرع. المشكله بتقابلني في التقويم ان بيجي لي العيان اوريدي مركب الجهاز، الحاله متشخصه غلط ويقول لي صلح لي. العالم فيه تقدم كبير جدا في العيادة الاسنان جدا. كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من ضرس ويقول لك انا عملته علاج جذور وطلع خراج وقعد ينزل في مده وحصل وحصل وحصل، ابص في بقه الضرس مش موجود اصلا. مساء الخير، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله، وحشني والله. هو خايف يوريك سنانه. انا اكتشفت ان موضوع التشخيص موضوع في منتهى الاهميه ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي، ملوش اي علاقه. العقل اللي رايح مسافر ده مش ملوش علاقه تدخل عقد بالسعاده ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق ان الدكتور مش تاجر، الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي في راحتك. الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. زي مثلا ان انت بتركب طربوش للسنه، طربوش لدرسك، تعمل عمليه تبييض الاسنان كامله. يعني مثلا كان عندي سنتي الاماميه كانت فيها حاجه مكسوره وكانت مشوهه طبعا شكل ابتسامتي خالص، فانا عملت لها حشو. الكلام ده كان من سنتين والحمد لله يعني لحد دلوقتي مستقره جدا. انا كان عندي بس مشكله بسيطه، كان عندي الطرف بتاع سنتي دوت متشال، فروحت يعني زي نظام زرعت جزء من سنتي كده وعمل لها تبييض وكده، بس ما اعرفش اوقف تجميل الاسنان. اهلا بكم. فهم الناس وثقافتهم عن تجميل الاسنان وعن الزراعه وعن علاج الجذور انا بعتقد انه لسه قدامه الكتير، لكن خلينا اقول لكم انه فقد الاسنان بيحصل في رياضات كتيره، واعنف الرياضات في رايي هي كرة القدم، واحدة من أعنف الرياضات. تم تقولي لا الملاكمة أعنف، طبعا الملاكمة رياضة عنيفة جدا جدا، لكن رياضة كرة القدم العنف فيها غير متوقع، فسهل جدا إن الإنسان يفقد فيها أسنانه. في ياما لعيبة فقدوا أسنانهم يا عيني في مضمار كرة القدم على طول، ضربة خبطة، لأنه هو بيبقى في اندفاع. بص الملاكمة رياضة عنيفة بس اندفاعات كرة القدم مخيفة مخيفة. اتنين بيجروا بأقصى سرعة وبيخبطوا في بعض فجأة، ده مش موجود في الملاكمة حتى، مش موجود في الكاراتيه، مش موجود في المصارعة. يعني المصارعة ما فيهاش اللي موجود في كرة القدم. لا كرة القدم رضا لا قدر الله ممكن تموت، يعني في حالات يعني سواء بقى بسبب الجهد الرهيب، لأنه لعيب الكورة
بيلعب بجهد رهيب جدا، والسنان بتطير في الكورة في الملاكمة، السنان بتطير. السنان لما تطير لازم هترجع تاني تزرع مرة أخرى، يعني نعمل لها زراعة. هي وفي الحوادث حكاية الزراعة لازم تكون موجودة. أزرع إمتى وإلى آخره، ده سؤال مهم جدا. يعني ده برضو لأنه في ناس كتير قوي سنانها بتتكسر في الرياضة أو في حادثة وبيطنشوا، وخصوصا لما تكون السنان في الخلف. يعني السنان اللي في الخلف دي مسار تطنيش كبير جدا في الاهتمام وفي الزراعة وفي التجميل، وده بيبان على فكرة. بحس بشوفه الناس كتير فيهم مجملة جزء الباين في سنانها، فكل سنانك بتبان، كل السنان بتبان. يعني بتهيألي انه فكرة ان انا اجمل اللي باين بس، عامل زي اللي انا في البيت ادهن الريسبشن بس والاوض النوم تبقى بتقع ومنهارة. طب ما في واحد ممكن يدخل على يبص يشوفها من بره، هيلاقي اوضه النوم مش مدهونة وقديمة ووحشة، يبقى شكلك مش حلو. في يعني التجميل كده، التجميل لازم اجمل كل حاجة. تعالوا النهاردة نعيش مع الزراعة والتجميل وعالم طب الأسنان بكل كواليسه مع ضيفتي العزيزة التي تمتعني بحوارها دائما، والنهاردة أكيد الإمتاع هيكون متزايد والحكاوي هتكون أجمل وأحلى. ضيفتي العزيزة دكتورة إسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية الطب قصر عيني، وصاحب الماجستير جراحات الوجه والفكين بكلية الطب قصر عيني، وماجستير جراحة الفم والأسنان بكلية الطب، الحاصلة على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان من جامعة سيفيا، وعضو الجمعية الأمريكية لجراحة الأسنان. ضيفتي العزيزة جدا، أهلا بك يا دكتورة إسراء. ازيك يا دكتورة، هنعمل ايه؟ ربنا يخليك. عايز أبدأ الأول، يعني تجميل السنان امتى يبقى، هو سؤال يعني برضو يعني انا مكسوف وانا بساله لك، امتى يبقى ضروره؟ ما هو على طول ضروره ولا هو إيه؟ برضو انا مستغربه السؤال. هو انا شايفه ان زراعه الاسنان وتجميل الاسنان هي ضروره طبعا. يعني انا عمرك ما هتروح باسنان حلوه تقول له جمل، يبقى اذا هي فيها مشكله. فانا شايفه ان تجميل الاسنان ما هوش رفاهيه، هو انا شايفاه حاجه اساسيه، لان ديت اول حاجه الواحد الناس بتعلق عليه اول ما بيبدا يتكلم او اول ما بيقابل حد او اول حتى ما هو يبص لنفسه في المرايه. فانا شايفه ان هي تجميل الاسنان هي مش حاجه كماليه، هي حاجه اساسيه. حاجه اساسيه يعني طبعاً. يعني السؤال اللي شكله اعلامي ده سؤال اعلامي على فكره، سؤال مذيعين يعني مش صح مش حلو ما فيش واقع. كتير من الاسئله الاعلاميه الكلاسيكيه في الطب من ضمنها ده مثلا دوت ايه القصه بتاعته؟ دوت شاب كل اسنانه متدمره، يا اما تسوس، يا اما سنان راكبه على بعضها، يا اما حاجه فراغات مش زي بعضها، يعني يمين غير الشمال، الدنيا ملخبطه. فدوت لما تيجي تتكلم تقول لك هل الوضع او الحاله دي ده حاجه تكميليه؟ لا، دي حاجه اساسيه. او حاجه رفاهيه؟ لا، هي مش رفاهيه. ليه؟ لانه شاب صغير سنانه ولا عارف يبتسم ولا عارف ياكل وكلها مكسره. طيب ايه يعني اكيد العائد ان هو حتى يبص لنفسه في المرايه يكون مبسوط، ده عائد جميل جدا غير باقي الحاجات اللي ممكن تقابله في حياته. في برضو لو شفنا مثلا سيده واسنانها بالشكل دوت في المقدمه، هل هي هتعيش حياه طبيعيه؟ هل هتبقى سويه نفسيا؟ متهيالي السؤال يعني واضح والاجابه برضو اوضح. يعني تخيل واحده مبتسمه، هي شكل الابتسامه بتاعتها اصلا كانها يعني حزينه، ف ده بالنسبه لحاجه زي كده استحاله تقولي ان ديت رفاهيه، دي اساسيه. طيب لما نوصلها للشكل الجميل ده، وعلى فكره خدت بالك ان كل الاسنان طولت والمسافات اللي ما بينها كلها اتقفلت، الدنيا اتغيرت تماما، حتى النطق، حتى مخارج الالفاظ، حتى اللعاب ما يطلعش من بقها هي بتتكلم، الدنيا مختلفه تماما. ثقه الانسان في نفسه، ثقته في ان هو يكون موجود، ما يخليش حد يعلق عليه وهو بيتكلم. ما كانش يتكلم، ده كانوا بيسكتوا. هو اكيد هي ما كانتش هتبقى بتتكلم، او اكيد بتتكلم بتحط ايدها على بقها، او ما بتقابلش حد غريب. يعني اعرف ناس كتير بعد موضوع الكورونا بقوا يلبسوا الماسك اجباري، مش عشان الكورونا خالص، ده علشان خاطر لما يقابلوا حد يقولوا معلش عشان الكورونا، يعني ده بقى عاملينه عشان ما حد يشوف اسنانهم. فتخيل هو عذر علشان الموجه اللي احنا فيها، لكن الحقيقه علشان ما يبتسموش وما حدش يعلق على اسنانهم. فانا بالنسبه لي موضوع الرفاهيه هو مش رفاهيه خالص، هو مش رفاهيه خالص، لان ما فيش منطق يقولك ان انت هتبقى 10 من 10 رايح تجمل، هتجمل ايه وانت 10 من 10؟ طب ايه اكتر الحالات التجميليه اللي احنا بنشوفها دلوقتي؟
اللي بتجيلي المركز اللي بنشوفها يعني؟ بنشوفها في عالم المصريين والعرب يعني. الفينيرز ازرع كل اللي عنده اصفرار في اسنانه او عنده اسنان مكسره او جاي يركب فينيرز. اللي عنده اسنان مفقوده او انحسار في العظم او اسنان فيها لخلخه ده بيدخل على سكه الزراعه. فعاده هم الحاجتين دول اكتر حاجتين بيجوا يليهم بقى التقويم. هل الناس فاهمه يعني الفينير القشره التجميليه ولا الناس لسه متلخبطه؟ لا الناس لسه متلخبطه. الناس لسه متلخبطه بين كلمه الفينير وكلمه الكراون، ولسه متلخبطين ما بين طربوش الزراعه وما بين طربوش الاسنان. لسه المسميات دي كلها يعني confused عند الناس. الناس متصوره ان الطربوش دوت حاجه بتركب في كل الاوضاع. لا، الفينير حاجه، الطربوش حاجه، الزراع حاجه. يعني مثلا حاله زي كده، طبعا هو باين ان عندها مشكله في طبقه الانامل اللي مغطيه الاسنان وعندها لون بني بالعرض. فمثلا لو رجعنا للسؤال الاول، هل واحده زي الانسه دي يوم ما تعمل سنانها فينيرز هل دي رفاهيه؟ مستحيل طبعا، لا دي مش رفاهيه. دي راحت لدكتور كمان ابدع وعمل لها حشوات على الاسنان الاماميه، بص لونهم بقى اصفر، اصفر مبقع بني، بدل ابيض في بني بقى اصفر في بني. هو احنا ما تقدمناش، هو ما زال ان في باتشز على الاسنان مغيره الشكل. الحاله ديت لازم كل الاسنان دي تتغطى فينيرز. دي حاجات اساسيه لان هي مش هتعرف تعيش بالشكل ده. فاحنا لما نوصلها للشكل دوت للفكين اكيد هتفرق في حياتها كتير جدا. اللي انا عايزه اوصله للناس هي جملتين. اول جمله، الفينير هي تغطيه جزئيه، هي قشره بتلزق على وجه الاسنان الخارجي. الكراون هو تغطيه كامله، يعني احنا بنبرد السنه كلها من كل الاوضاع وبنركب عليها تلبيسه، يعني طربوش يعني كاب، كلهم نفس المسميات بنركبه على السنه علشان تبقى محميه من كل الاتجاهات. طربوش الزراعه بيركب على الزرع، ما فيش تحته سنه، تحته زرعه، عشان ده الحاجات اللي كل الناس متلخبطه فيهم. بس هي بسيطه قوي، الواحد يركز فيها يفهمها على طول. حلوه. في برضه لخبطه عند الناس في مفهوم الفرق ما بين الزراعه والتركيبات الثابته. اساسا التركيبات الثابته عند كتير من الناس مش فاهمينها، هم فاهمين الزراعه لكن حتى الزراعه مش فاهمينها قوي. بتساله كل يوم على الاقل 9 مرات. ما هو التركيبات الثابته هي كلمه صعبه على الناس. تركيبات ثابته كلمه صعبه. ليه؟ التركيبه حاجه متحركه في دماغ الناس. ما يجي يقول لك انا هعمل تركيبه، فدي حاجه اكيد بتتحرك، فاروح وراها على طول كي حاطط كلمه ثابته. فانا بحط بقول له انا مثلا زي ما عامل لك ايه، هعمل لك حاجه ساقعه بارده كده سخنه. فهو يعني زي هتعمل لي ايه يعني؟ زي حاجه ساقعه سخنه نار تلج كده. ساقعه تلج نار، الدنيا حر تلج يعني. اللي هو مين فين؟ فكلمه تركيبه ثابته والله العظيم بكلمك جد ملخبطه الناس نتيجه ان الكلمتين في دماغ المصريين عكس بعض. طيب بص، هو اللخبطه جايه منين؟ بين كلمه تركيبه ثابته وما بين بريدج. هي دي الحقيقه اللي الناس بس مش واخده بالها ايه اللي ملخبطه. تركيبه ثابته يعني حاجه ثابته في مكانها انت مش قادر ان انت تشيلها بايدك، يعني حاجه خلاص لزقت في البق مش هتطلع. البريدج والتركيبه الثابته هما الاثنين دول المسمين الملخبطين. مبدئيا الاثنين ثابتين، بس البريدج بيكون على اسنان طبيعيه، التركيبات اللي على الزراعه بتبقى ثابته بس على الزراعه. الاثنين ثابته بس واحده على الزراعه وواحده على اسنان طبيعيه. هي دي المشكله اللي ملخبطه الناس كلها. البريدج دوت بنبرد سنه قبل المكان الفاضي وسنه بعد المكان الفاضي ونحط بريدج. يعني كوبري مكون من 3 وحدات. كوبري يعني ايه؟ يعني كوبري زي ما بنشوفه في الشارع، عباره عن عمود في الاول وعمود في الاخر وبيبنوا ما بينهم جسر بيوصل العمودين ببعض. ده اسمه كوبري. احنا عندنا بقى العمود اللي في الاول وفي الاخر دوت درس قبل المكان الفاضي ودرس بعد المكان الفاضي. هتشوفوه دلوقتي اللي احنا شفناه في الاول ده الزراعه اللي انتوا اللي الدكتوره اسراء بتحكي عليه هو اللي جاي دلوقتي اهو. ده اسمه كوبري. اهو شوفي كوبري يعني ايه؟ يعني بنبرد السنه اللي قبل المكان الفاضي والسنه اللي بعده او يمينه وشماله وبنركب عليهم كوبري. كوبري الكوبري ثابت والتركيبه على الزراعه ثابت، الاثنين ثابتين. بس الكوبري ده على الاسنان الطبيعيه، الزراعه بيبقى برضه تركيبه ثابته بس اسمها ثابته على الزراعه. فدول حاجات يعني ملهاش علاقه ببعضها، مرتبطين بكلمه ثابته.
بس مش متحركة، يعني انت ما تقدرش بايدك تقوم شايل التركيبة وشايلها من بقك، غير طقم الاسنان المعروف اللي كان كل ابائنا عاملينه اجدادنا دوت، حاجة زي التلبيسة او الطقم كده بتحطه بتشيله، ده طقم اسنان متحرك، ده موضوع تاني خالص، ده ما ده مش بنتكلم فيه دلوقتي. دي اللي احنا شايفينها دي التركيبة الثابتة، دي التركيبة الثابتة على الاسنان الطبيعية اللي هي اسمها كوبري. خلاص فهمنا يعني الطبيعي كوبري. هنا في الفيديو ده بيدينا انطباع ان التركيبة مصيرها مش حلو. هي مصيرها مش حلوة، عشان كده أنا ما بحبش أعملها إلا للضرورة القصوى، أو المريض يبقى عارف إن دي لفترة مؤقتة على ما يجهز لإزرع. ليه مصيرها مش حلو؟ لأن اللسة، ودي للناس كلها مش عارفة بتتفاجأ بيه، كل ما أقوله لحد يتفاجأ، اللسة بتغير شكلها، بمعنى إن كل فترة هتلاقي اللسة ابتدى يحصل فيها انحسار. الكوبري دوت حاجة ثابتة مش هتتحرك من مكانها، هيحصل ايه؟ هيحصل انه هتفضل تنكمش، بلس الكوبري بيدخل تحته اكل، بيعمل التهابات، بتبدا اللثه تغير شكلها، تيجي بعد فتره تلاقي الكوبري عامل ريحه مش كويسه، بيبدا يغير لونه، بيبدا في مشاكل من اكتر من اتجاه. طيب ليه احنا مش مفضلينه؟ اولا عشان المشاكل دي، ثانيا لانه ابعد ما يكون عن الطبيعي. لو قدرنا نوصل ان احنا نوصل لاقرب حاجه للطبيعي، ربنا ما مسكش ما خلاش اسناننا كلها ماسكه في بعضها، فده موضوع مختلف عن الطبيعي، فهو مش حلو. هتلاقي اي حد مركب بريدج اتفرج بعد مثلا من 5 لـ 8 سنين، ده لو البريدج ما فيهوش غلطه وزي الفل، هتلاقي ان هو ابتدى يتضايق من البريدج، هيبدا يروح للدكتور هيغيره علشان يبطنه، بعد 5-8 سنين هيبدا يروح تاني عشان يبطنه. طيب الصح ايه؟ ان احنا نمشي للاتجاه الطبيعي اللي هو الزراعه الافضل على الاطلاق. في ناس تيجي تقول ايه؟ طب ما انا الضرس اللي قبل المكان الفاضي واللي بعده الاثنين محتاجين طرابيش، ما فرقتش بقى كوبري طربوش في النص واعمل كوبري وابقى انا كده وفرت ثمن الزرع. ما حضرتك وفرت النهارده بس بعد كده هتدفع اكتر، لان كده كده هتحتاج يا تغير البريدج الثلاث وحدات، يا هتحتاج ان انت تنزل البريدج وتعمل طربوشين جداد وزرعه. يبقى انت كده اتكلفت اكتر من الضعفين. لو من الاول مشيت الطريق مظبوط هتلاقي نفسك اصح، ماشي في طريق صح، مفيش عواقب وحشه مش بتعيد. هروح للزراعه بقى برضو، ايه الاحدث دلوقتي في عالم الزراعه؟ ايه التكنولوجيا ساعدت كتير عالم الزراعه صح؟ طبعا طبعا. الاحدث دلوقتي ان احنا طبعا الزراعه الفوريه اللي هي تخلع وتزرع دي حاجه حديثه، دي ما كانتش موجوده مثلا من 15-20 سنه خالص. دي حاجه حديثه. الحديث ان انت يبقى عندك اشعه مقطعيه بتعمل لك تريسنج انت داخل فين وخارج منين، دي ما كانتش موجوده من 15 سنه مثلا. ان انت تعمل immediate loading وعندك جهاز بيقيس ثبات الزرعه، لان ثبات الزرعه ديت ليها تورك، يعني ليها زي مضغوطة في العظم بنسبة قد إيه، مش عارفة تورك تبقى إيه. تورك هو يعني مدى إن الزرعة لفت وارتبطت بالعظم قد إيه. تمام. التورك هو المنحنى. هو ده التورك. هو التورك اللي هو الملف ده في ليه رقم، الرقم دوت أول ما عدي 25 حاجة كده. شاطر. ايه الشطاره دي؟ انا يا رجل بقى هو فوق 35 انت في الامان. ماشي 35 ما بعدتش. انا قلقانه والله كده قلقانه. حسن هتفتح ينبغي ان تخلقوا جميعا. كده هتفتح مركز قدامي على طول. ما شاء الله. فهو التورك دوت في رقم لما بعديه انا ممكن اعمل لك لودنج على طول. طيب ده مثلا حاجه حديثه جدا في الزراعه. الاحدث منها بقى التركيب على الزراعه، ان دلوقتي بقينا بنعمل زي تايتانيوم بيز، يعني شاسيه معدني اقدر احمل عليه الاسنان كلها، بيبقى قوي جدا، بيستحمل المضغ، بيستحمل القوه العضليه للفكين نفسهم، عمره طويل في منتهى الجمال، لانه ممكن يتشال، يعني بيتعمل بنظريه اسمها سكرو ريتين، يعني هو ماسك بمسامير، مسامير غير مسامير العظم، غير المسامير اللي هي الزراعات، بيتوصلوا ببعض بحيث انت لو عندك اي شكوى نفك نصلح نرجع،
فده بالنسبه للمريض هايل، انت كده مش هتعيد تركيبه، التركيبه دي برقم وقدره. التكنيك ده حديث عشان الناس تيجي تقول لك لا ده عادي، لا هو مش عادي خالص، هو صعب ومحدش بيشتغله كتير، وليه اجزاء قطع غيار معينه علشان يركبوا على بعض ويماتشوا مع بعض، ليها فكره وليها قصه، قلائل اللي بيشتغلوا التكنيكس الحديثه دي. فهي مش موضوع بسيط، دي احدث حاجه على الاطلاق في الزراعه. حد زي كده احنا عندنا ثلاث زرعات يمين وثلاثة شمال، حملنا عليهم عدد من الأسنان بس دي ما تعملتش بالشاسيهات المعدنية ديت. قدرنا ان احنا نكمل الفك، ولو تاخد بالك في اربع اسنان في الفك بس، عملنا لهم كراونز، كراون يعني تغطية كاملة علشان نقدر نماتش مستوى اللسة مع بعضه ونماتش كل الاسنان مع بعضها من حيث اللون، من غير الحجم، من حيث الحجم، من حيث السيمتري يعني يمين زي شمال، علشان نوصل لشكل ايديال. مش هينفع نبقى مركبين يمين وشمال وفي النص اسنان صفراء او اسنان مكسره. ديت الجزء اللي بيدخل جوه الزرعه علشان يتصل بيها الطربوش. دايما الناس مش فاهمه، هو احنا مش بنجيب طربوش ندخله على الزرعه، هو ما ينفعش يدخل ازاي، دي حاجه جوه العظم. فبنركب جزء زي وصلة بالبلدي كده، وصلة. الوصلة دي بتدخل في الزرعة من جزء منها، وبتدخل في الطربوش من جزء منه، فيعني بتوصلهم ببعض وصلة. فهي دي اسمها أباطمنت، دي بتوصل الجزئين ببعض علشان نوصل للشكل ده. الطربوش بقى بيبقى فيه فتحة، الفتحة دي مسمار تقدر تفك منه الوصلة دي أو تربطها، بحيث ان لو حصل اي حاجه هتعمل ايه؟ هتفك المسمار اللي هو ماسك الوصله تقوم خارج بالوصله. يبقى كده الطربوش والوصله بقوا قطعه واحده والزرعه قطعه، بحيث ان هيحصل اي مشكله هتقدر تفك الحاجات دي من بعضها وتقدر تتعامل معاها. عايز بقى تغمق اللون، تفتح في حته في اللسه ملتهبه مثلا، بتدخل اكل، عايز تصلح حاجه، تعرض الطربوش، تعمل اي تفاصيل. دي احدث طريقه. زمان كان بيحط الزرعه فوقها الاباتمنت، يقوم موصلهم على بعض يبقوا كلهم قطعه واحده بسمنت او بلزق، ويوم ما يحصل مشكله هنكسر كل ده. فطبعا دي حاجه مش كويسه. دي بقى التكنيك التاني اللي انا كنت بشرح لحضرتك الموضوع بتاعه، ان احنا بنعمل ايه بقى. اخترنا هنا ان احنا نعمل شاسيه تيتانيوم. تيتانيوم ده معدن غالي ما بيصديش، علشان الناس بتقول لك ما انا مش عايز معدن في بقي علشان خاطر ما يصديش. اكيد اكيد مش هيصدي. التيتانيوم هو اللي بتعمل الزرعة منه كل دلوقتي الحاجات الخاصه بجسم الانسان، وهو غالي غالي، والجسم وهو ما بيعملش تفاعل مع الجسم وحش، والجسم بيقبله وبيقدر يلتئم عليه، وحاجه خامل. جميله والزرعات بتبقى تيتانيوم. طيب احنا دلوقتي حطينا ست زرعات وهنحط عليها الفك كله، كل الاسنان اللي في الفك. طيب احنا ازاي هنخلي ان مفيش بريك بوينت او مفيش حته تتكسر؟ احنا هنعمل شاسيه معدني. طبعا الشاسيه المعدني عشان كل الناس بتقول نفس السؤال، طب ما انا هيظهر من بقي معدن. لا، بنغطيه بماده ثيك بيضه، احد مشتقات البورسلين، بس دي بتبقى زي بطانه، يعني هي مش العيان ما بيشوفهاش من بره ولا احنا بنقدر نتحكم فيها، دي بتغطي المعدن كله، يعني زي كفر للمعدن، ما حدش خلاص. انت دلوقتي المفروض قدامك ده معدن، فهو متغطي وداخل فرن وخلاص، انت مغطي شكل المعدن تماما، بس بيديك متانه الشاسيه الداخلي وبيديك لون البورسلين الجميل. تحط عليه الاسنان هتدي شكل، بص مفيش اي لون رمادي ولا حتى خيال لون رمادي، قوي جدا، تقدر تفكه في اي لحظة العيان يشتكي من الاسنان لاي سبب. شكل طبيعي جدا، طول اللسة بنتحكم فيه لان احنا ممكن برضو نحطه فوق زراعة لسة، فحاجة بتبقى دي احدث حاجة لو بتتكلم، فهدوت الاحدث على الاطلاق، وده بروفيشناليتي عالية. علشان الناس برضو بيقابلني، الناس كلها تيجي تقولك طب انا بيقابلني اعلانات، انا ممكن اعمل الكلام دوت بخمس المبلغ ده. يا فندم ما هم مش ممكن، هيبقى التكنيكس العاليه دي بالماشينز العاليه دي بالبروفيشنالز الشغالين، وهتقول لي ان دوت ثمنه خمس الثمن ده، مش منطقي، ده حاجه وده حاجه. ما هو انت برضو ممكن تعمل حاجه تانية، هتجيب الاباطمنت او الوصله وترسلها بالزرعه وتاخد مقاس عادي وتشتغل عليه كروكي وتسلم العيان مقاس بيتلزق باللزقه وخلصنا على كده. قابلني بعد سنتين ثلاثه، لان لما
العلماء قرروا ان هم يغيروا التكنيكس دي، قرروها ازاي وليه؟ لما بالتشيك اب اللي بيتعمل كل فتره، الريسيرشز قالت ان الطريقه المعتاده اللي كلنا كنا شغالين بها من 15 سنه واكتر بتسبب التهابات شديده في اللثه، وبالتالي التهابات في الزرع، وبالتالي بيحصل ان الزرعه بيحصل حواليها انحسار في العظم او الجسم بيرفضها او بيطردها. الفكره مش انك تزرع وتركب، الفكره في ان الزرعه دي تبقى efficient معاك طول العمر، مش مجرد زرع. نفس برضو السؤال اللي انا بتسأله، ليه حضرتك بتقولي احنا هنضيف عظم وانا عظمي كويس ورحت لاكتر من دكتور قال لي عظمك كويس مش محتاج اضافه عظم؟ علشان الحته دي لما بتروح لدكتور شاطر ومتاكد ان هو ايده حلوه بتلاقيه بياخد منك اكس، هاد دكتور مش دي شغلته ومش بروفيشنال وما اشتغلش الحاله دي مرتين ثلاثه على بعض هياخد منك عشر الاكس ده، صح؟ فالقصه كلها مش هتدفع كام، القصه كلها المشاكل اللي بعد كده هتبقى كنترولد ولا لا، وهل الدكتور ده يعرف يعالجها ولا لا، وهتحصل ولا لا. انت ماشي في طريق ان انت ما تقابلش مشاكل للعمر كله ان شاء الله، فلازم هتحتاج خطوات مش كل الناس بتعملها.